يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناه اون تايم سبورتس. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات طبعا صباح اون تايم، حلقه بدايه الاسبوع واخبار كتيره جدا. يمكن ما كناش متواجدين يوم الجمعه لكن عندنا اخبار كتيره على مدار الايام الماضيه. ايضا تابعنا امبارح مباريات زي مباراه الاهلي والمريخ بالاضافه الى بعض المباريات في كره القدم العالميه. كل هذه الامور اكيد مع زميلتي العزيزه مريهان عمرو. صباح الخير عليك يا ميري. يا غانم صباح الفل عليك، وطبعا بدايه اسبوع زي ما كان غانم بيتكلم برحب بحضراتكم مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في اولى حلقات هذا الاسبوع من صباح اون تايم، واكيد ملفات كتيره جدا هنكون بنتكلم فيها النهارده، ويوم بيقربنا اكتر من المباراه المنتظره والتوجه كله اصبح خلاص الاعين كلها والانظار متجهه الى منتخبنا الاول لكره القدم، واللي بالتاكيد هيكون معانا اخبار كتيره هتكون بتخصه في حلقتنا النهارده. خلونا نبداها. يا حبيبي بالسلامه يا صباح اللي معانا كلمتين وبس. المشوار طاع الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد، لمسه تصويبه قويه، حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ مع تقلبات كتيرة جدا، يعني مش ده المعتاد بالنسبة لنا لو رجعنا كده 3-4 سنين لورا، ان شهر 3 وخلاص واصلين لأواخر شهر 3 يكون الجو فيه كم البرودة دي. ولكن خلينا كده نطلعكم على آخر التفاصيل المتعلقة بحالة الجو. قالت الدكتورة منار غانم العضو في المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ان حالة الطقس بدأت في التحسن، ده هيكون لحد بكرة بس، وبعد كده هتكون في اختلاف في درجات الحرارة، درجات الحرارة تبدأ تقل. يعني احنا بنتكلم عن درجة حرارة وصلت ل 22 درجة بشكل تدريجي كده لحد بكرة، ولكن كملت كلامها وقال ان بداية من اليوم الاثنين اللي جاي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة، ممكن بيتراوح ما بين 3 درجات مثلا علشان يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل. كمان بيوجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، فبالتالي لسه بنتكلم عن شهر 3 يعني ساعة جدا مقارنة بسنوات قبل كده كنا بنعتقد أنه مع وصولنا لشهر 3 نقدر بقى نبدأ نخفف ونحس بأجواء الربيع، ولكن لا يبدو ربيع لحد دلوقتي. لا ولسه كمان في إبريل يعني أو شهر 4 أعتقد بيبقى في كمان سن البروده كده ولسعة بروده بالليل، هي بتبقى لذيذه. احنا بنتكلم عن بروده 3 و4 طول السنين اللي فاتت ان هو البرد اللذيذ بس هو ده مش لذيذ، احنا يعني تلج سعانين جدا. فتمام طبعا يعني امور مختلفه بنحب دايما ان احنا نناقشها مع حضراتكم، ولكن الخبر الاهم ان احنا في دعوه للحفاظ على الصحه العقليه، وده من خلال الاحتفال باليوم العالمي للنوم في هذا العام عام 2022 واللي بيكون دايما ثالث جمعه من شهر مارس. بشكل عام العالم احتفل بالنوم بهدف التذكير طبعا باهميه وفوائد النوم الصحي. كمان في بعض الفوائد او الشعارات اللي رفعت في هذا اليوم او في هذه النسخه من اهميه طبعا اليوم العالمي للنوم من خلال جوده النوم او العقل السليم والعالم السعيد. ده عشان نركز على الفوائد الكتيره اللي موجوده في النوم بشكل عام، قد ايه فعلا الانسان اللي بيستطيع النوم ليلا تحديدا بيمارس مهامه او نشاطاته بالنهار بطريقه طبيعيه، عكس اللي دايما يعني بيسهروا او ما بيجدوش النوم خلال فترات الليل او ساعات الليل. دايما ده بيؤثر بشكل عام على حياتهم او قدراتهم العقليه والجسديه والعاطفيه كمان. بشكل عام في بعض الفوائد الهامه جدا للنوم خليني اقولها لحضراتكم طبعا بناء على متابعتنا لليوم العالمي للنوم او الدعوه الخاصه للحفاظ على الصحه العقليه. فوائد كتيره جدا معظمها صحيه، ولكن في بعض الارقام والاحصائيات طبعا لان اليوم حضراتكم عارفين 24 ساعه وبنتكلم ان معدل النوم الصحي او الجيد دايما بيكون 8 ساعات، فده معناه تلت اليوم الواحد بيكون نايم. فبعض الناس بتفكر دايما ان انا كده هكون نايم تلت عمري، ولكن هي بالفعل هي معلومه صحيحه ان بيقضي الانسان تقريبا نحو ثلث حياته نائما. اعتقد يا مريهان يعني تحس ان لو واحد عنده 30 سنه انا بقالي 10 سنين نايم. والله انا بشوف ان النوم ده حاجه لذيذه جدا وهي قدره، مش اي حد يعني بيعرف ينام. احنا بنتكلم على النوم الصحي كمان في الخبر ده لانه
في نوم مضطرب او في يعني النوم اللي ممكن يكون مضر، سواء ان انت بتكون بتنام في عدد ساعات قليل او لو بتنام كتير. يعني الناس اللي ممكن تكون عندها اضطراب في النوم مش علشان هم ما بيعرفوش يناموا كتير بالليل، لا، ممكن الناس تكون من كتر ما هي بتنام دي عندها مشكله. بعض منهم ممكن تكون عندهم مشكله ان هو ممكن ينام في اي حته، ده مرض يعني لازم يكون حد بيروح لدكتور لو وصل للحاله دي من النوم، ان هو ما بيبقاش بينفع يخرج لوحده، ما ينفعش يسوق، دي مشكله كبيره ليها علاقه بالنوم. ولكن لو بنتكلم عن النوم اللطيف، انا من الناس اللي بتقدر جدا القيلوله مثلا، دي حاجه عظيمه. انا ممكن اقول هخش انام ربع ساعه وانام ربع ساعه واصحى اكمل بقى اليوم وافانكشن وانا سعيده جدا. فيعني كل سنه وكل الناس اللي بتقدر النوم طيبه كده، ودايما يكونوا بيستغلوا النوم وعدد الساعات بالليل بالشكل المظبوط، علشان بيفرق جدا على المدى الطويل. وبنتكلم بقى طبعا على مستوى الرياضه، النوم ده من العناصر الاساسيه اللي بتخلي اي رياضي يكون قادر ان هو يكون بيكمل في الملاعب سنين كتيره وهو في اطار ويعني في حاله جسديه ونفسيه وذهنيه جيده. فبنتكلم على عنصر النوم بالنسبه للبشر الطبيعيين مهم، ولكن ما بالك بالنسبه للرياضيين، فاكيد هو حاجه مهمه جدا نكون بنتكلم عليها. في معلومه كمان مهمه، يعني الناس برضو اللي بتعاني من الامراض، بيقول يعني ان الامراض اللي زي السكر وضغط الدم المرتفع وامراض القلب والاوعيه الدمويه دي كلها بسبب اضطراب النوم. اعتقد ايضا ان النوم ليه فوائد كمان زي ما انت قلت يا مريهان، جسديه وصحيه. عارف احمد سعيد اكيد بيقول لك حاجه. والله زعما فكر بيقول لي عندنا فاصل لو 10 دقايق ممكن تنام. على فكره انا عندي القدره ان انا انام في اي وقت، فلو يعني اكتر من 10 دقايق ممكن انام، فدي حقيقه. طيب انا عامه الموضوع ده ناس كتير بتحسدني عليه، فمش عايزه اتكلم عن نفسي اكتر من كده. ايه خلاص، ده مصر كلها شافت. بالظبط. نايس. ايه تاني؟ يعني هقلل الكلام في الموضوع ده لان دي امكانيات. وخلونا ننطلق لحديثنا الى نتائج مباريات امبارح. وطبعا كان في مباراه هي الابرز بالنسبه لكل جماهير كرة القدم المصرية، وطبعا الأهلاوية من متابعتهم للجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات. نستعرض معاكم نتائج مباريات امبارح. النادي الأهلي بيفوز في مباراته على المريخ السوداني 3-1، في مباراة كانت مهمة جدا طبعا بالنسبة للنادي الأهلي، وثلاث نقاط بيحطوه في المركز الثاني. طبعا النهاردة لسه متبقي مباراة في إطار منافسات هذه الجولة، سان داونز في مواجهة الهلال السوداني. إن شاء الله يكون نتيجة امبارح وفوز النهارده ممكن يكون بيحققه كمان سان داونز، يكون بيريح بشكل كبير النادي الأهلي. ولو هنستعرض يعني ابرز طبعا لقطات مباراه امبارح، هو احمد عبد القادر ممكن يكون هو صاحب المشهد الابرز من تغيير كان ملفت جدا للنظر، خلى الناس كمان تكون بتشير الى ليه احمد عبد القادر يكون اصلا بيبدا مش اساسي. فبنتكلم على بصمه كبيره جدا. امبارح بالصدفه صدفه ان انا يعني بتابع الماتش كمان يا مريهان، كنت في الشارع ففي وسط قهوه بقى بالاخر، ردود افعال الناس تحس ان انت قاعده في المدرج. الناس لما شافت التغييره الاولانيه كمان لموسيماني ان هي مش احمد عبد القادر، الناس ايه ده اللي هو ليه؟ لا انا عايزين احمد عبد القادر هو اللي يكون اول تغييره كمان، ده بيجي من قيمه اللاعب. وانا هضيف كلمه طبعا لكل كلامك، التوقيت، التوقيت اللي الاهلي فيه جاب الجون الثاني والثالث كان توقيت مهم جدا، لان جون التعادل كان ممكن لو المريخ شموا نفسهم شويه والمدير الفني ابتدى يفكر كده هل هعمل تغييرات وهقفل ازاي دفاعا على الاهلي، كان هيحط الاهلي في ازمه كبيره جدا. ولكن الاهلي توقيتاته فعلا في احراز الاهداف، سواء الهدف الثاني لمحمد شريف او الهدف الثالث لاحمد عبد القادر، اعتقد كانت توقيتات هامه جدا. بفوز بثلاث نقاط زي ما مريهان قالت، ولكن ثلاث نقاط قد تكون الاهم في مسيره النادي الاهلي في خلال هذه البطوله نحو الحفاظ على اللقب الافريقي للمره الثالثه على التوالي. بشكل عام دوري ابطال افريقيا النهارده في ثلاث مواعيد هنشوف فيها هذه المباراه، سواء الساعه 3 عصرا او الساعه 6 مساء او الساعه 9 مساء. ولكن المباراه بشكل عام هتبدا في تمام الساعه 3 عصرا. الهلال السوداني هيستضيف سان داونز الجنوب افريقي، مباراه هامه جدا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عشان يتابعوها ويعرفوا موقف المجموعه دي بشكل رسمي، لان اي نتيجه سلبيه للهلال السوداني هتعني بشكل كبير جدا تاهل الاهلي رسميا للدور المقبل. ايضا في تمام الساعه 3 عصرا مواجهه هتجمع بيترو اتلتيكو متصدر المجموعه اللي بيحل فيها الزمالك، ولكن ايضا جماهير الزمالك بتمني النفس بفوز في دوري ابطال افريقيا، فوز ايضا يعيد للزمالك هيبته في كره القدم الافريقيه. في تمام الساعه 6 مساء جوانينج البوتسواني مع الترجي التونسي، وفي تمام الساعه 9 مساء شباب بلوزداد في مواجهه النجم الساحلي، وايضا في نفس التوقيت في مباراه في مجموعه الزمالك سجرادا الانجولي والوداد المغربي. دي المباراه اللي هنشوفها النهارده او هنتابعها من خلال دوري ابطال افريقيا، واعتقد
بطولة مليئة بالإثارة، ولكن هي في الآخر نهاية المباريات الرسمية بإذن الله. لاعيبة منتخبنا الوطني المصري نتمنى ليهم بقى بعيد عن الفوز السلامة بإذن الله، عشان أي لاعب مرشح أنه ينضم للمنتخب يكون قادر أنه إن شاء الله يكون متواجد في الملحمة اللي هتكون خاصة بكأس العالم بإذن الله أمام السنغال. طبعا العروض الإفريقية هي بتكون آخر المباريات اللي هنكون بنتابعها بالنسبة لمشاركة أنديتنا المصرية، سواء من مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أو كمان بنتكلم على الكونفدرالية الإفريقية، وبعد كده كل الأعين هتكون بتتوجه مباشرة إلى منتخبنا الأول لكرة القدم بإذن الله. عندنا ماتشات كبيرة ومهمة هنكون بنستناها، مباراتين السنغال، يا رب بإذن الله منتخبنا يكون قادر على حسم اللقاءات وعمل يعمل نتيجة إيجابية هنا على أرضنا علشان نسافر لدكار وإحنا مستريحين إلى حد كبير، لأن المباراة أكيد هناك هتكون صعبة جدا، وإن أنت تكون بتحقق نتيجة إيجابية خارج الأرض في أجواء فيها تنافس كبير جدا، مش بس نتكلم على منتخبين كبار ولكن نتكلم على صلاح وماني، نجمين بالحجم ده أكيد هيكون في تنافس كبير جدا جدا ما بينهم. ولكن الذكرى الحلوة مثلا إن إحنا شفنا محمد صلاح بيفوز بأفضل لاعب في أفريقيا في النسخة اللي استضافتها السنغال وقدر يحقق ده، ولكن العكس كمان حصل لما مصر استضافت أفضل لاعب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، قدر ساديو ماني يكون بيفوز باللقب وهو هنا. فبالتالي حتى التنافس على مستوى الأرض مش بيتم اتخاذه بالحسبان، فإن شاء الله نكون قادرين على حسم اللقاءات أينما كانت على أرض مين. والنهاردة بقى لو هنعود لمباريات اليوم، بالرغم أن هي مباراة خلاص مش هتكون بتفيد نادي الزمالك بأي شكل من الأشكال، ولكن بيبقى ليها أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمدير الفني فيريرا أن هو يكون بيقف على أوراق القوة اللي بيمتلكها، بيعود مرة تانية باللعيبة إلى أجواء المباريات والتنافس، ونفسيا يكون بيكسب اللعيبة إلى حد ما، خصوصا مع الضغوط الكتيرة اللي كانت بتقع عليهم في الفترة الأخيرة وأزمات كتيرة جدا من ملفات مختلفة كانت بتدور داخل أسوار نادي الزمالك. خلونا نروح لسؤالنا النهاردة في فقرة اللعبة. بنتكلم طبعا عن مباراة حتى لو هي تحصيل حاصل ولكن بتبقى مهمة بالنسبة لنادي الزمالك كلاعبين وكجهاز فني وكمجلس إدارة وكجماهير، ده طبعا اللي هنكون بنتابعه النهاردة الساعة 3 العصر. والسؤال النهاردة هي توقعاتكم لنتيجة مباراة نادي الزمالك وبيترو أتلتيكو في بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة بإذن الله يكون قادر على حسم اللقاء بشكل إيجابي علشان يكون بيصالح الجماهير اللي أكيد هتكون مستنية هذا اللقاء حتى لو أصبح مش مفيد على مستوى التنافس في البطوله. يعني هو زي ما انت قلتي، انت لخصتي المهام كلها والفوائد، جهاز فني، مجلس اداره، جماهير، اعتقد دي المؤشرات الخاصه بنادي الزمالك ككيان، ولكن لما ضفت عليها سلامه اللاعبين اتمنى ان شاء الله يكون كل اللاعبين قادرين ان هم يكونوا متواجدين مع منتخبنا الوطني المصري. تتولى الفقرات في صباح اون تايم ونبدا فقرتنا اون فاير نيوز. نبدأ بالأخبار الخاصة بمنتخبنا الوطني المصري. خلاص أيام أو ساعات كمان بتفصلنا عن إعلان القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني المصري، ولكن حتى هذه اللحظة في بعض الأمور اللي كان فيها شك ولكن الجهاز الفني حسمها بشكل كبير جدا. وهنا الحديث عن محمد أبو جبل، واحد من نجوم مركز حراسة المرمى في منتخبنا الوطني المصري، اللي المسؤولين في الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري يعني زي كده قالوا كلام قاطع خلاص ان ابو جبل موجود في المعسكر المقبل لخوض مباراتي السنغال في المرحله الاخيره بالتصفيات المؤهله لكاس العالم، واللي ان شاء الله هتكون يومي 25 و29. الكلام واللغط ده كان ليه؟ بخصوص طبعا الازمه اللي عند ابو جبل، قصه عدم مشاركته في المباراه القادمه اللي هي مباراه بيترو اتلتيكو، ولكن احنا ما نعرفش ايه اللي في دماغ الجهاز الفني لفيريرا، ممكن يكون بيدفع بعواد ان هو يديله فرصه ان هو يشوفه ايضا بعد ما شاف ابو جبل في المباراه الماضيه امام الوداد المغربي، واللي بالمناسبه ابو جبل عمل اللي عليه وزياده فيها والهدف كان من ركله جزاء، فاعتقد ان ابو جبل ماشي بخطه ثابته. والمواضيع الاداريه او التعاقديه او الاحترافيه دي كلها احنا مالناش دعوه بيها لما نيجي نتكلم على منتخبنا الوطني المصري، لعب ما لعبش، اعتقد ان ابو جبل يستحق تماما ان هو ان يكون متواجدا ضمن قائمه حراس مرمى منتخبنا الوطني المصري. شفنا الحمد لله عندنا الشناوي، عندنا ابو جبل، عندنا جاد، عندنا صبحي، حتى الحراس اللي مرشحين من الدوري العام الممتاز واللي بدات اسمائهم تتقال زي محمد فوزي مثلا حارس مرمى فريق النادي الاسماعيلي، كل هؤلاء الحراس متالقين لما بنذكر محمد بسام. بس الحلو لينا احنا ان احنا نكون حاسين بالطمانينه ان الشناوي مصاب، لا في ابو جبل مصاب في الشناوي، كمان عوده الشناوي حارس مرمى بيراميدز، كل هذه الامور بتزيدنا يعني ان احنا عندنا دايما الطمأنينة الخاصة بمنتخبنا الوطني المصري. ولكن لو هنتكلم عن أبو جبل فطبعا بعد المستوى المميز اللي قدمه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية أعتقد مصدر اطمئنان كبير لينا جدا، وأعتقد المنافسة كمان هتكون لحد آخر دقيقة، محدش يعرف يتوقع أبدا هل الشناوي اللي هيحرس مرمى منتخب مصر أم محمد
اتحاد ابو جبل في مباراتي السنغال. اعتقد يا مرهان يعني خبر من الاخبار اللي قبل الساعات قليله من الماتش ملوش لازمه. يعني احنا بنتكلم على يعني تفاصيل متعلقه بقرارات بيتم اتخاذها لفصل خالص ملفات اللاعبين مع انديتهم على المستوى المحلي ومع اختيارات المنتخب الاول لكره القدم. هو في الاخر الجهاز الفني بيشوف ايه اللي في الصالح العام بالنسبه للفريق على المستوى الفني، واحنا كده كده كلنا ثقه في كل لاعبتنا، وان شاء الله اختيارات مستر كارلوس كيروش في هذا اللقاء تكون هي الامثل، التغييرات كمان تكون هي الامثل، يعني اداره المباراه اعتقد هي الحاجه المهمه اللي احنا كلنا هنكون مستنيينها، بجانب طبعا بنتكلم على القائمه النهائيه اللي ممكن كمان تكون بتظهر خلال الساعات اللي جايه. نقربكم اكتر طبعا من تفاصيل متعلقه بمنتخبنا الوطني واللي هيكون بينطلق معسكره باذن الله بقياده كارلوس كيروش بكره الحد في واحد من الاوتيلات اللي في القاهره استعدادا لخوض مباراتي السنغال يومين 25 و29 مارس الجاري في المرحله الاخيره بالتصفيات المؤهله باذن الله لكاس العالم 2022. وبيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمه الفراعنه النهائيه لمباراتين السنغال النهارده بعد انتهاء مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الافريقيه، ومن المقرر ان تضم القائمه 23 لاعب، ويعني بنتكلم عن اسعار تذاكر مباراه منتخبنا الوطني والسنغال اللي هتكون ان شاء الله يوم 25 يوم الجمعه اللي جايه على استاد القاهره. نتكلم في اسعار التذاكر المقصوره ب 2000 جنيه، الدرجه الاولى ب 600 جنيه، والدرجه الاولى العلوي ب 400 جنيه، الدرجه الثانيه 250 جنيه، والدرجه الثالثه اللي ان شاء الله تكون نبض استاد القاهره ب 100 جنيه. يعني بنتكلم عن كمان اهتمام كبير جدا والتفاف كبير من قبل الجمهور اللي بيحب بقى يروح المدرجات ويشجع ان هم يكونوا بيحضروا، ودي كانت طبعا باينه من خلال التصريحات الخاصه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أو كمان أي تفاصيل بتخرج من شركة تذكرتي متعلقة بالإقبال على شراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال. وهذا المشهد بيبقى هو الأجمل واللي دايما بيكون محفور في الأذهان، الجماهير المصرية أطفال كبار سيدات يعني شباب أيا كان مين، قول له أنت هتروح كده تتفرج على منتخبنا الوطني وتمسك العلم بيتحول على طول لمشجع، يعني كأنه مولود في الاستاد. هي دي الحالة اللي بيعملها منتخبنا الوطني، دايما بتكون ممتعة، وإن شاء الله يكون الجماهير وجودهم في الملعب يعني خير مؤازر لمنتخبنا ويكون بيشجعهم وهو الوقود اللي بيحركهم، ما نشوفهمش أبدا يعني في أي لحظة مش قادرين يكونوا بيتعاملوا مع ضغوط، ولكن هم محترفين فضغوط الجماهير وضغوط الإعلام وضغوط الشارع المصري اللي كلها موجهة ليهم بإذن الله يوصلوا لكأس العالم بإذن الله. طبعا بضم صوتي لصوتك وتمنياتنا الطيبة لمنتخبنا الوطني المصري إن شاء الله بالصعود لكأس العالم في نسخته المقبلة في قطر 2022. الخبر القادم قبل ما ناقشه، يعني كتير أنا ومريان حتى في الحلقات السابقة قبل ما نتكلم عن الأسماء والنوادي ونقعد يعني نعمل هالة كبيرة قوي، ده هنا بيلعبوا في أنهي درجات من الدوريات الأوروبية، لأن طبعا معروف إن في 5 دوريات أوروبية هي الأقوى، سواء الدوري الألماني أو الإسباني أو الفرنسي أو طبعا الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الدوري الإيطالي. دايما إحنا بنحب نبالغ في الحاجة، ولكن شفنا منتخبنا واتكلمنا عن الاحترافية، اتكلمنا دايما إن في فكر للمدير الفني في إدارة المباريات بالإضافة إلى الاحترافية اللي بتكون دايما عند اللعيبة هي اللي بتطبق أو بتخلي دايما في تفوق لفريق على حساب آخر. أسماء تحترم كأسماء لاعبين وأسماء أندية، ولكن دايما إحنا يعني ممكن القائمة الخاصة بالمنتخب السنغالي يعني مش عايز اقول تخوفنا او تخضنا، ولكن نحس ان هم افضل مننا او اعلى حظا مننا، ولكن ده ما حصلش. شفنا في مباراه كانت على ارض فاصله في الكاميرون كان التعادل السلبي، منتخبنا ما كانش موفق قوي هجوميا، ولكن في الاخر خسرنا بيه ركلات الترجيح. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان علي سوسي المدير الفني للمنتخب السنغالي بعد ما اعلن قائمته لمنتخب السنغال طبعا في مواجهه منتخبنا الوطني المصري، اسماء جيده جدا في كل المراكز، يمكن ابرزها طبعا لو هنتكلم على حراسه المرمى في ادواردو مندي افضل حارس دلوقتي متواجد عالميا بيلعب في تشيلسي الانجليزي، اليو فاتي في كاسا سبورت السنغالي، بونجورو كامارا في شارلو البلجيكي، خط الدفاع في عدد كبير جدا من النجوم زي بوناسار في بايرن ميونخ الالماني، ساليو سيسي في نانس الفرنسي، كاليدو كوليبالي طبعا واحد من اقوى المدافعين واغلاهم نجم نابولي الايطالي، بابي ابو سيسي اولمبياكوس اليوناني، عبدو ديالو في بي اس جي او باريس سان جيرمان، ابراهيم امباي بولونيا الايطالي، عبد الله سيك ريال انتويرب البلجيكي، فودي بالو توري في ميلان الايطالي، ويوسف سابالي في ريال بيتيس الاسباني. ده كده خط الظهر. ايضا خط الوسط فيه نجوم كتار، يعني مش هسردهم كلهم ولكن ابرزهم شيخو كوياتي نجم كريستال بالاس، وايضا بابي سار ميدز الفرنسي، ادريسا جايا جاني واحد من نجوم البي اس جي، ايضا في نجوم كتيره كمان في خط الهجوم، ساديو ماني في ليفربول
ليفربول الانجليزي واسماعيل صار في واتفورد الانجليزي، اعتقد دول الاقوى والاسماء اللي معروفه بشكل كبير جدا. وان كان دلوقتي اليو سيسي ضم كل العناصر الاساسيه، ولكن سابالي نجم بيتيس هو احدث الوجوه، وده اللي تم استدعائه في المعسكر الاخير. اعتقد يا مران كنت انت معايا كمان في الحلقات دي لما اتكلمنا على الاحترافيه. الاحترافيه هي ان انا اعمل اللي عليا، ممكن ابقى لعيب كبير وبلعب في نادي كبير بس ما بعملش المدرب عايزه بالظبط او مش قادر اتغلب. شفنا ما شاء الله على سبيل المثال احمد فتوح متواجد في الدوري المحلي بس لعب عليه افضل باك رايتس او الوينج رايتس في العالم كله، سواء في كوت ديفوار شفنا بيبي نجم الارسنال، شفنا حكيمي البي اس جي، سيرجي اوريه كمان كان لعب عليه، فوقفهم وعادي الموضوع مش موضوع اسماء وانديه. بالظبط، هي مش موضوع اسماء وانديه، وبغض النظر عن الخبر اللي بيتناول اللي احنا كنا بنستعرضه معاكم انه ممكن يكون في غياب للحارسين اللي بيجوا بعد ادوارد ماندي حارس مرمى منتخب السنغال لاصابتهم، بغض النظر عن الاسماء بيبقى 11 لاعب قصاد 11 لاعب، هم الاثنين كفرقتين بيتنافسوا على تذكره واحده تؤهل منتخب فيهم الى كاس العالم. اعتقد الحافز والدوافع كبيره جدا عند الفرقتين، ودي كفيله ان هي تكون بتحرك كل واحد ان هو يطلع افضل ما عنده. بيبقى التوفيق مهم جدا ان يكون الجهاز الفني موفق ويكون اللعيبه موفقين، ودي دعواتنا باذن الله يعملوا كل اللي عليهم والتوفيق يكون باذن الله حليفهم، وان شاء الله نكون قادرين على اقصاء بطل كاس امم افريقيا لهذه النسخه ونتاهل باذن الله على حسابه الى النسخه القادمه من بطوله كاس العالم. خلونا نتابع برضو تفاصيل اكتر عن مباراتي مصر والسنغال في التصفيات النهائيه المؤهله الى كاس العالم قطر 2022، حلم المونديال، حكايه مباريات ناريه بقاره السمراء في التقرير التالي. تتراقب جماهير القارة الأفريقية انطلاق المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، والتي تشهد تنافس 10 منتخبات على 5 بطاقات مؤهلة لكأس العالم 2022. الجميع يترقب المواجهة النارية التي تجمع بين منتخبي مصر والسنغال مرة أخرى بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لتجمع المواجهة فارسي القارة السمراء الفرعون محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، إذ سيحرم أحد النجمين من المشاركة في المونديال. رغم التفوق التاريخي للفراعنة، إلا أن المواجهة سيغلب عليها الطابع الثأري بين مصر والسنغال، حيث يبدأ الفصل الأول من المواجهة في القاهرة على أن يزدل الستار على الحكاية في داكار. ويقود محمد صلاح حلم المصريين نحو التأهل الرابع في تاريخ الفراعنة والثاني على التوالي، بينما يحمل ماني الآمال السنغالية للتأهل الثالث تاريخيا والثاني أيضا بعد مونديال 2018. وفي لقاء آخر يخوض المنتخب المغربي مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يصطدم بمنتخب الكونغو الديمقراطية، إذ تبدأ الحكاية من كينشاسا وتختتم في الدار البيضاء، حيث يبحث أسود المغرب عن محو إخفاق كأس الأمم أمام الفراعنة بربع النهائي والتأهل للمرة السادسة للمونديال بعد 5 مرات سابقة آخرها كان النسخة الماضية. بينما المنتخب الجزائري والذي قدم مستوى متميز وتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 يأمل بقيادة مدربه جمال بالماضي في محو آثار الخروج من نسخة الكان الأخيرة والعودة للمونديال للمرة الخامسة في تاريخ محارب الصحراء بعد 4 مرات كان آخرها 2014، إلا أنه سيصطدم بالمنتخب الكاميروني الذي يبحث هو الآخر عن الظهور السابع في المونديال للمرة الأولى بعد نسخة 2010. وفي نهاية حكاية مواجهة القارة السمراء في الصعود للمونديال، يخشى المنتخب التونسي مفاجأة مالي في أن يطيح بآمال نصور قرطاج في الظهور السادس في المونديال، علما بأن آخر مواجهات الفريقين انتهت بفوز مالي. بينما وفي الختام مواجهة بعنوان أكون أو لا أكون تجمع بين نيجيريا وغانا، فالأول يمني النفس بالتأهل السابع ومحو خروجه من ثمن نهائي الكان، فيما يطمح الثاني في التأهل الرابع لمصالحة جماهير غانا بعد الإقصاء المغزي من مجموعات الكان الأفريقي. عشر فرق بتتبارى للحصول على 5 بطاقات فقط للوصول لكأس العالم. شفنا طبعا مستويات زي مستوى أول ومستوى ثاني، ولكن بعد المستوى اللي خاضته كل الفرق في كأس الأمم الأفريقية أعتقد كلمة مستوى أول ومستوى ثاني هي ليها معنى واحد بس فقط، إن في أفضلية لمباراة العودة بتكون دايما
في حظ المنتخب المتواجد في التصنيف الأول، ولكن بشكل عام كرة القدم في 90 دقيقة هنا و90 دقيقة هنا بين كل هذه المنتخبات، حتى المنتخب اللي ما وصلش كمان كأس الأمم الأفريقية زي كونغو الديمقراطية اللي بيواجه المنتخب المغربي، مباراة مش هتكون سهلة أبدا على المنتخب المغربي اللي بيواجه الفكر الخاص اللي مشهور به المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر. أكيد إثارة كبيرة جدا هتشهدها القارة الأفريقية في الأيام القليلة الماضية. بنأمل إن شاء الله أن منتخبنا الوطني المصري يكون منتخب من ضمن الخمس منتخبات اللي بتتأهل لبطولة كأس العالم في نسختها المقبلة. مشاهدينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في صباح اون تايم، ابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورتس. بنجدد الترحيب مره تانية بحضراتكم مشاهدينا، وبكل تاكيد اخبار كثيره جدا على مدار الساعات اللي فاتت، وطبعا من اصداء مباراه النادي الاهلي امام المريخ السوداني وحصود او حصد النادي الاهلي لثلاث نقاط غاليه بيخلوه بيصعد الى المرتبه الثانيه في دور المجموعات. ولكن طبعا في مباراه النهارده اكيد كل جماهير النادي الاهلي وجماهير كره القدم المصريه هتكون متابعه، فيما يخص مواجهه سان داونز والهلال السوداني هتكون برضو بتحسم الى حد كبير فكره التنافس الى اي مدى هيكون اخر لحظه، ولا ممكن فعلا النادي الاهلي يكون بيحسمه من بدري ويخرج بره خالص الحسابات. وخلونا برضو نقول لكم بدايه اخبارنا مع اخبار النادي الاهلي. منح الجهاز الفني للنادي الاهلي للاعبين راحه 8 ايام بعد انتهاء مباراه المريخ السوداني، واستغل الجهاز الفني للفريق فتره التوقف بسبب الاجنده الدوليه اللي بيخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقه الوصول الى مونديال قطر 2022. ومنح اللاعبين راحه للتخلص من الاجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري. النادي الأهلي وطبعا دي لقطات من مباراة امبارح، بنتكلم عن هدف لبيرسي تاو اللي كان جايب بقاله فترة طويلة عن إرضاء الجماهير، يعني احنا مش بنتكلم بس عن المشاركة، ولكن بيبقى للصفقات وخصوصا الإفريقية الاهتمام الكبير من قبل الجماهير ان انت تكون بتشوف البصمة بتاعت اللاعب ده ايه. فهو امبارح قدر يكون بيسجل هدف، خصوصا ان كمان قبلها كان في انباء بتخص إصابة لحقت باللاعب ممكن تكون بتبعده عن الملاعب من 4 لـ6 أسابيع، ولكن كان بيشارك في مباراة امبارح وقدر ان هو يكون بيسجل هدف، بغض النظر ان ممكن كمان يكون خروجه حصل بسبب إصابة هنتكلم فيها في خبر تاني. ولكن بيبقى اكيد الاهداف اللي قدر يسجلها امبارح النادي الاهلي سواء على مستوى 3 أهداف حسنوا موقف ورضوا الجماهير، او كمان على مستوى أداء قدر يكون بيحققه النادي الأهلي مرضي إلى حد ما. في ثغرات، في مشاكل ممكن نكون بنتكلم فيها طبعا على المستوى الفني، ولكن بيبقى الهدف الأسمى قدر يحققه النادي الأهلي. وتوقف طبيعي جدا وراحة سلبية بتكون بتحصل في التوقيت الحالي، بنتكلم إن النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب ب 28 نقطة بعد 13 جولة وليه كمان 3 لقاءات مؤجلة، بيجي في المركز الثاني في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط. وبنتكلم كمان عن مباراة مؤجلة بقى ليه لسه مش هنكون، لم يحدد يعني ميعادها حتى التوقيت الحالي، أمام المصري بالسلوم، ده في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كاس مصر. فراحة سلبية منطقية جدا في ظل تلاحم مباريات وبطولات ومواسم يعني بتقع على اللعيبة. اللعيبة بيبقى نفسها كمان إنها يعني تحس إنها صاحية براحتها ونازل اليوم بشكل طبيعي بيزور أهله أي 8 أيام أو يصحى براحتهم ويشوفوا عايزين يعملوا إيه. الله أعلم، ممكن تلاقي نصهم في المنتخب بقى نشوف بالظبط، صح، يريحوا يومين بس. مشاهدينا، عامه بيتسو سيماني طبعا كان ليه تصريحات هامه جدا بعد انتهاء مباراه النادي الاهلي بالفوز على المريخ بنتيجه 3 أهداف مقابل 1. خلونا نشوف هذه التصريحات وابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي تلا هذه المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. السلام عليكم. Yeah, I think this game went as we expected. A very difficult game. Rivalry. Competitors, and you know the history between in Champions League between Egyptian team and Sudanese team is always strong games. It's always emotional games. But alhamdulillah, we won the game. That's all you needed. Yes, we didn't play very well, but this match we don't need to play very well in this match. In this match, we need to win the match. How? Who cares about if you played very good or not good? This is a big game, and it's a must win. It's a do or die. So, yeah. So we won the match.
الماتش يعني جرى فيه اللي هو كان متوقع، حصل مشي زي ما هو كان متوقع بالظبط السيناريو بتاعه. ماتش صعب جدا، كان فيه نديه وكان فيه منافسه كبيره وكان ماتش صعب، وانتم عارفين تاريخ ماتشات اللقاءات المصريه والسودانيه بقى ماتشات حماسيه وفيها نديه كبيره وفيها ماتشات قويه، بس في الاخر احنا فزنا. مش مهم الاداء كان شكله ايه، المهم في الاخر يعني الاهم مين كسب، لان الماتشات زي دي بتبقى ماتشات صعبه، المهم الفوز. حققنا الثلاث نقاط بتاعت المباراه، ده الاهم يعني. First injury, first replacement injury. التغيير في ميرسي تاو كان بسبب الإصابة. I always tell you, I don't want to make excuses of too many games, because we are lucky, because we play too many games more than any team in Africa. Last season, even this year, no team plays more than us. بحبش دايما يعني اشتكي وادي اعذار واقول في كثافة مباريات غير عادية، بس احنا الأهلي احنا أكتر فرقة في أفريقيا عندنا ماتشات أكتر من أي فريق تاني. But this match was a game of character. الماتش ده بيعتمد على شخصية، شخصية الفريق. And the players respected the badge. النادي تحتيه شعار النادي. And we fought for the game. حيلنا في الماتش وعرفنا ناخده. You have to give respect to Sudanese teams. لازم برضو ندي احترامنا للفريق الخصم، فريق السودان. They are fighting, fearless, fearful team. فرقة بتحارب وبتقاتل وبتدي أداء كويس لغاية آخر دقيقة. Very brave teams. فريق كويس جدا. I will still say it. We need VAR. كل مرة بقول نفس الكلام. It's the fourth time I say it. We need VAR. المرة الثانية بقول محتاجين VAR. Because it's very difficult for referees to manage, especially games like this are too emotional games. صعب للحكام يدير ماتشات زي دي، خاصة الماتشات دي بتبقى ماتشات حماسية جدا، فصعب جدا ياخد يعني ياخد القرار الصحيح. You can't expect the referee to see everything. يقدرش يعمل ده لوحده. What can you say? The referees need assistance. They need help. It's difficult games. They need VAR. If you have VAR, it helps the referee. أنا بس كل بقدر أقول إن التحكيم محتاج مساعدين، لأن ماتشات صعبة. مش ممكن لو في VAR هيساعده، ما يقدرش ياخد قرارات على طول لوحده. I've never criticized one referee, even in the Egyptian league. عمري ما انتقدت حكم واحد حتى في الدوري المصري، عمري ما انتقدت أي حكم. I must focus on my team. بركز مع فرقتي فقط. But referees need help. بس الحكم محتاج مساعدة. The game is totally different. الحكم محتاج مساعدة، الماتشات مختلفة تماما. You I don't know. You can describe the performance in many different facets. You can say whatever you want to say. This is a game to win. There are games we play very well, we don't win. There are games you don't play very well, you win. What did Ali need tonight? In the Champions League, Ali need a win tonight to go up on the group. I admit if we don't play well, but we were organized tonight. Much more organized. في ماتشات بالنسبه للاداء، في ماتشات لعبنا كويس وما سجلناش، وفي ماتشات سجلنا وكسبناها وكان ادائنا مش على الشكل المطلوب. النهارده كان الماتش لازم نكسبه. And I saw three goals. الحمد لله. بيقول لك النهارده قدرنا المباراه، عرفنا نكسبها. ده هي في تباين في كلمه في الاداء بين الماتش او الثاني حسب الخصم اللي قدامك، والنهارده سجلنا 3 اهداف وكسبنا الحمد لله. Yes, not the best good football in the on the eye. مش افضل كره قدم، مش مستوى يعني. But a strong game to win. بس مباراه قويه. And we did that. وكسبنا، حققنا ده وكسبنا الماتش. I have شريف سكورينج حبيبي. ما لعبش حسام حبيبي، شريف سكورينج. حسام بيجيب لي جوين. شريف سكورينج حبيبي. I know you like Hassan Hassan. I understand. I love him too. He's my player. بتحب حسام حسن؟ انا برضه بحبه، برضه اللعيب بتاعي. He played in South Africa, remember? A few days back. لعب من كام يوم في ماتش فورس بتاع جنوب افريقيا، ماتش بتاع سان داونز، كان موجود ولعبته. How can I take Sharif out? ازاي ممكن اطلع شريف وهو بيجيب لي جوين؟ Then who scored the second goal? مين اللي جاب لي الجوين التاني النهارده؟ شريف. I want Hassan Hassan to play. I like him to play. But you must also ask me why he is not playing. Why you don't ask me? انا حابب اقول للاعب حسام. Why you don't ask me about Karim? ليه ما بتسالنيش على الوحيد ما بيلعبوش ليهم وكريم فؤاد ليه ما بيلعبش؟ Ask me about the others who don't play. اسالني على كل اللاعبين اللي ما بيلعبوش مش بس حسام حسن. Okay. When you have three goals, a difficult game like this, you need the fifth, the fourth, the fifth, or you need to keep the results. You need to keep the results. ماتش صعب وجبت 3 اجوان، محتاجة تقفلي ولا محتاجة تجيب الرابع والخامس؟ Even Afsha, good player. حتى Afsha لعيب كويس وغير. 10 minutes to go is a difficult match. I have to take him out. ماتش صعب، آخر 10 دقايق خرجته عشان أأمن. Okay.
We have too many games. Hossam will play. I promise. He will play. Okay. He must wait for his chance. He will get it. Wahid. Ali Lotfi, who won the World Cup for me, got a bronze medal alone. Ali Lotfi. Ask me about our Ali Lotfi also, please. No, Luis is coming up slowly. لا مش حكايه بيريحوا في افريقيا بيلعبوا في الدوري هو جاي واحده واحده لويس بلايد فور سيمبا كان بيلعب في نادي سيمبا ذيس از الاخلي جيف هيم تشانس يو ريمبر يو هاد ا توب سترايكر هير فروم انغولا كان قصده فلافيو كان وان جول وان يير اول موسم جاب جون واحد لويس جوت 3 الموسم ده لويس جاب 3 جون سلولي فواحده واحده هيجي ان شاء الله اوكي لاست كويشن هي ويل بلاي لويس وي لايك هيم انا عارف انك بتحبه هيلعب اوكي No, he was okay before the match. We don't play injured players. If I play an injured player, my players will see me. Oh, the coach is having favorites. He's playing injured players. And I keep Abdelader on the bench. I play an injured player. I don't do that. I'm an honest coach. I'm fair. طبعا دي كانت التصريحات الخاصة ببيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي التصريحات في اختصار أنه هو غير راضي عن الأداء ولكن راضي جدا عن النتيجة والكرة مكسب وده اللي اتحقق بغض النظر عن الشكل اللي هو شايف فيه بعض الأخطاء على المستوى الفني اللي ممكن يكون تطرق إليه وكان واخد وقت وحيز من مدة المؤتمر الصحفي متعلق بطلبه مرارا وتكرارا بوجود تقنية الفار في دور المجموعات في بطولات دوري أبطال إفريقيا علشان تكون بتساعد الحكم وطبعا لما اتسأل عن مشاركة حسام حسن الإشارة إلى أن محمد شريف بيسجل فمحدش يسألني إمتى حسام حسن هيكون بيشارك ولكن وعد أن اللاعب هيكون بيشارك في الفترة اللي جاية على الصعيد الآخر بنتكلم على مباراة خسرها نادي المريخ السوداني أمام النادي الأهلي امبارح وكان كمان في تفاصيل وأخبار بتخص المدير الفني كمان من الخسارة السابقة في الجولة السابقة في مباراته أمام الهلال والأنباء اللي ظهرت هل ممكن يكون لي كلارك المدير الفني الإنجليزي للمريخ السوداني بيرحل عن القيادة الفنية للفريق ولكن كان بيتم الإعلان أنه هو باقي وهيكون بيكمل مشواره بالرغم من ده ظهرت امبارح بعض الأنباء اللي بتخص رحيله بعد الخسارة امبارح أمام النادي الأهلي ولكن لحد دلوقتي لم يتم الإعلان بشكل رسمي أن خلاص المدير الفني رحل وفي اسم جديد ممكن يكون هو اللي بيقود النادي المريخ فيما تبقى لي من مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أيا كان طبعا المدير الفني كان ليه بعض التصريحات من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنادي المريخ السوداني عقب الخسارة أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلونا نتابع المؤتمر الصحفي أو جزء منه ونعود مرة تانية Now every time you play Ali it is a difficult game and it shows the quality of Sundowns also even though I got criticized for our opening result and we drew 0-0 but they are one of the big big teams in African football Of course, Ali are the superpower because they are the current champions of the Champions League and the third best club in the world after the Club World Cup. It's always difficult. They have some fantastic players. They have an absolutely amazing coach who is not just an amazing coach, he's a great guy. And, you know, we always knew it was tough. But my team in both games... have shown courage and fight and determination and with a bit more luck and just not making some difficult decisions we could have got something from the game. طبعا بتلعب الاهلي في اي ظرف في اي مكان انت بتلعب فرقه قويه تلت كاس العالم للانديه بطل النسخه الماضيه الماتشات بتبقى صعبه جدا انت بتلعب النادي الاهلي انا فخور بلاعبتي وبقول مبروك للمدرب عندهم شخص مدرب رائع شخصية وفنية كل حاجة رائعة من عندهم اللعيبة بتاعتي عملوا مجهود يعني المجهود اللي بذل احنا انا مقدره جدا عندهم شجاعة لما بتلعب الاهلي في اي وقت
بيظهر القوة الفنية لفرقة النادي الأهلي والقوة الفنية لأي فرقة تانية بتلعبه، برضو بتظهر القوة الفنية لنادي صن داونز اللي أنا الناس انتقدوني إن أنا تعادلت معاهم 0-0 في المباراة الأولى. No, I don't think the location has had any bearing on the result. Our poorest performance so far was in the first half away at Hilal last week in Sudan, and maybe this affected us more than we thought. So I don't blame the result on us having to play the game here at all. We enjoy the stadium, the pitch is very good, the players can play to their high level. So you know, I won't and I don't use this as an excuse for the result, no. انا ما بستخدمش ان انا لعبت بره ملعبي في السودان او لعبت هنا ان ده عذر ان انا اقدر اقول بيه انا خسرت بكده. احنا لعيبه محترفه، فرقتي لعيبه محترفه بتلعب في مستوى عالي من البطوله، لازم نلعب، نقدر نلعب في اي مكان، واحنا بنحب نلعب كوره. حتى احنا حتى المباراه اللي ما كانتش على اعلى مستوى مننا كانت موجوده في السودان في الملعب بتاعنا، فالموقع مش عامل اي عذر ليه. النادي الاهلي كان حقق الفوز امبارح على المريخ، فوز كان هام جدا، 3 اهداف شارك فيها لاعبو النادي الاهلي سواء بيرستاوي اللي احرز هدف التقدم في الدقيقه 19 او هدفين اللي كانوا اهداف التعزيز الفوز، سواء هدف محمد شريف في الدقيقه 72 كان هدف هام جدا بعد تعادل المريخ، وايضا هدف احمد عبد القادر اللي كان في الدقيقه 73. ولكن زي ما انا كنت بتكلم مع مرهان ان يعني الجماهير كانت يعني حاسه ان احمد عبد القادر وجوده هام جدا في الملعب سواء كاساسي او كبديل، ولكن التغييره الاولى كانت طبعا بنزول طاهر محمد طاهر في بدايه الشوط الثاني على حساب بيرسيتاو، زي ما سمعنا بيتسو موسيماني كان اتكلم ان تغييرته كانت بسبب اصابته، فبالتالي تغيير الطاهر محمد طاهر معروف انها تغييره بسبب الاصابه، ولكن احمد عبد القادر فور نزوله بالفعل في الدقيقه 63 بديلا لحسين الشحات عمل حاله هامه جدا في المباراه، وكان سبب هام جدا بتشكيل خطوره على مرمى المريخ السوداني. ولكن ماذا عن تصريحات احمد عبد القادر اللي اتكلم بعد المباراه وادلى ببعض التصريحات الهامه؟ كان اهمها ان هو سعيد جدا بالفوز على فريق المريخ السوداني، وايضا اتكلم ان هذا الفوز فوز ثمين للنادي الاهلي لان هو جه على حساب منافس مميز متواجد في هذه المجموعه، لعيبه بذلت جهد كبير جدا خلال شوطي المباراه، يقصد طبعا لاعبي النادي الاهلي، وان الفوز جه بعد تتويجهم لهذا المجهود وترجمه الفرص او ترجمه الاصرار الى اهداف بان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي. ولكن عن سعادته الشخصيه بتحقيق اول اهدافه الشخصيه وهو التهديف او التسجيل في البطولات الافريقيه، فكلم احمد عبد القادر ان هو قال ان هو كان في قمه تركيزه في هذه المباراه من اجل ان هو يسجل ويدون اسمه ضمن اساطير كثيره جدا في النادي الاهلي اللي بداوا ان هم يسجلوا افريقيا، وهو سعيد جدا باولى اهدافه الافريقيه وبيتمنى اكيد ان يستمر في حاله التالق خلال الفتره المقبلة. احنا كمان بنتمنى تألقه ده ينتقل الى منتخبنا الوطني المصري اللي اكيد هيحتاج لاعب بقيمه احمد عبد القادر، لاعب صغير في السن وشدنا بيه كبير جدا خلال تجربته الاحترافيه الاولى مع سموحه لما كان معارم من النادي الاهلي. احمد عبد القادر كرم ايضا قال ان التغييرات اللي اجراها الجهاز الفني كانت موفقه بشكل كبير جدا، وحتى هذه اللحظه لم نضمن الصعود وبنلعب دائما على الفوز، وهنقود مباراة الهلال السوداني في الجولة المقبلة بحثا عن الفوز فقط. تصريحات هامة، وإن شاء الله أحمد عبد القادر يكمل في هذه المسيرة لأنه في الآخر مكسب كبير جدا لكرة القدم المصرية. صاحب ال 22 سنة واللي قادر يكون بيعمل بصمة مميزة جدا مع النادي الأهلي، بيبقى للعيبة اللي بتخرج إعارة وكان ليه يعني تجربة ناجحة مع نادي سموحة سواء من تسجيله للأهداف أو صناعة الأهداف، قدر إن هو يكون بيعمل أداء مميز مع نادي سموحة في الموسم الماضي، ولكن برضه إشادة كبيرة جدا المدير الفني الجنوب افريقي موسيماني اللي قدر ان هو يكون بيقرر لا ان هو محتاج عوده احمد عبد القادر مره ثانيه، ولاي مدى فعلا بيجني ثمار قراره دوت ان احمد عبد القادر قادر ان هو يكون بيرجع بعد فتره اعاره استفاد منها اللاعب. ولكن الاشاده هنا باحمد عبد القادر مش بس على شكله الفني، ولكن واضح ان اللاعب على المستوى الذهني محترف ولاعب كبير، لان انت بتتكلم عن سن صغير بيرجع مره ثانيه من الاعاره بيلبس تيشرت ثقيله زي تيشرت النادي الاهلي، وقادر ان هو يكون بيعمل يعني على المستوى الفني فارق كبير مع النادي الاهلي، وامبارح بيسجل هدف مهم جدا، واصبح كمان ليه شعبيه كبيره جدا في الشارع الاهلاوي، ودي مش حاجه بالساهل يكون بيكتسبها اي لاعب وخصوصا لو صغير في السن، فمسؤوليه كبيره جدا على اللاعب دلوقتي ان شاء الله هو قادر على تحملها ويكون بيستغلها بالشكل الامثل، ويفضل بقى يكون بيزود من ثقته ما بينه وما بين المدير الفني وما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي، وكمان بقى نشوفه مع منتخبنا الاول لكره القدم قادر كمان يكون بيسيب بصمه معاهم في الفترات اللي جايه
فيعني مبروك على كرة القدم المصرية، لاعب بالحجم ده وهو صغير في السن وإمكانياته كبيرة، والكل الصراحة بيشهد له بمستقبل كبير بإذن الله في الفترات اللي جاية. عندي سؤال ليكي بقى قبل ما تخش على الخبر الجاي، مستني جيت خلاص. ممكن يبقى مفاجأة يعني كيروش اللي تعودنا منه مفاجآت، خصوصا مع إصابة رمضان صبحي؟ يعني انت عارفة رمضان صبحي متعرض لكدمة، وهو أحمد عبد القادر كمان بيلعب في نفس المكان وبيميل للطرف، يعني هو بيستخدم في أكتر من مركز. ممكن يبقى المفاجأة القادمة في قائمة منتخب مصر ولا ممكن يكون إيه؟ مفاجأة في القائمة، ولكن هل هيشارك ولا لا؟ هي دي اللي مش ممكن تكون أكيد، بس كوجود في القائمة أعتقد في لعيبة كده بتفرض نفسها على المشهد، فممكن يكون أحمد عبد القادر منهم، لأنه كمان ما يميز اللاعب إن مستواه فيه استمرارية، ودي من الحاجات اللي إحنا دايماً بنشيد بيها على اللعيبة. حتى لما بينزل كبديل كمان تحس إن هو بادئ لسه الجيم وداخل في الجيم بسرعة كمان. كذا مرة بينزل كبديل وبيعمل فرق مع النادي الأهلي برضه. طيب وإحنا بنتكلم عن النادي الأهلي، خلونا ننتقل بحديثنا على المستوى الفني. الكابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين، بينضم إلينا عبر لايف، وحديث بقى طبعاً على المستوى الفني اللي تابعناه إمبارح للنادي الأهلي، وطبعاً نتطرق لبعض الملفات الأخرى مع منتخبنا طبعا الوطني. يا كابتن عبد الحميد صباح الخير على حضرتك. صباح الفل عليك يا مريان، صباح الفل عليك يا غانم، وصباح الفل على كل مشاهدينكم ومتابعينكم الكرام. صباح عليك يا كابتن عبد الحميد، وببارك لك وبارك لكرة القدم المصرية استمرار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية وتحقيق فوز هام جدا على المريخ السوداني. فوز هو الفوز الثاني للنادي الأهلي في البطولة الأفريقية، ولكن كان فوز مختلف لأن هو بيأكد يعني تحقيق النادي الأهلي للنقاط هامة. فعايز أتكلم معاك عن أهمية الثلاث نقاط بتوع امبارح تحديدا، خصوصا مع المنافسة السودانية سواء المريخ السوداني أو الهلال السوداني. طبعا فوز مهم جدا جدا، والمباراه ما كانتش سهله يعني زي ما كنا متخيلينها. فريق المريخ قدم كوره جميله قوي امبارح، وكان قريب جدا كمان ان هو يطلع بتعادل. لكن طبعا الاهلي وتغييراته، انا سامعكم بتتكلم انت ومران على التغييرات وازاي التغييرات احدثت فرق كبير جدا، وازاي رجعنا للمباراه الحمد لله يعني. لكن كان ماتش صعب وكان متوقع ان هو صعب، وموسيماني قدر يرجع بالتغييرات، وكان فوز مهم قوي قوي، وثلاث نقط مهمين جدا جدا، خصوصا كمان ان مباراه النهارده انت ممكن تستنى نتيجتها كمان، فما كانش في اي ما كانش ينفع اي ريسك امبارح في المباراه. فالحمد لله ان احنا طلعنا ثلاث نقط مهمه قوي قوي، ان هو الاهلي يكمل مشواره في البطوله ان شاء الله. بنتكلم عن سيناريو للقاء، هو يعني في ضغط عصبي على اللعيبه وعلى كمان الجماهير وهي بتتفرج، انت تكون متقدم بعد كده تكون بتتعادل، وسيناريو مشابه شويه للمباراه اللي قبلها امام المريخ برضو، فكان الوضع مقلق بعض الشيء، بالرغم طبعا ان النهايه كانت يعني بالفوز بثلاث اهداف مقابل هدف. ولكن لو هنتكلم على المستوى التكتيكي بقى وانت بتتابع اللقاء، لان كمان كان في تصريحات لبيتسو موسيماني واحنا بنتابع المؤتمر الصحفي، في واعتراف يعني واضح وصريح ان هي على المستوى الفني المباراه مش احسن حاجه، كان في اخطاء، ولكن اهم حاجه ان احنا كسبنا الثلاث نقط. والله ما هو احنا لو اتكلمنا على الاخطاء واتكلمنا على التكتيك، احنا كنا قلنا واتكلمنا قبل كده مرهان معاكم تحديدا ان هي الموضوع في ايد موسيماني، يعني كله شكلا وموضوعا في ايد موسيماني، هو اللي بيحط التكتيك، هو اللي بيحط اللعيبه اللي هتبدا، هو اللي بيحط طريقه اللعب او الادوار بتاعه اللعيبه عموما. فاحنا عندنا دايما مشكله في الجناحات، خصوصا النادي الاهلي عندنا مشكله كبيره قوي في الجناحات او في طريقه لعب الجناحات عموما، عشان بس احنا نبقى يعني واقعيين قوي. طريقه لعب الجناحات مختلفة شوية، احنا ساعات بنلعب الكرة الطويلة لشريف، وساعات بنلعب الكرة الطويلة لحسين اللي كان بادئ امبارح او تاو، وهم مش جناحات بالمعنى الدقيق يعني مش عارف اوصلها لك ازاي، اوصلها للساده المشاهدين ازاي. في وقت في المباراه لازم ان احنا نروح بالكوره لغايه الجناحات عشان نستغل المهاره اللي عندهم، وفي وقت لو احنا عندنا سرعات في الجناحات تحديدا ممكن نلعب بقى الطويل، وممكن هم يشتغلوا في مساحات 30 40 متر، لكن احنا ما عندناش اللعيب اللي يعمل 30 40 متر او 50 متر بالكوره، وده مش عيب يعني. احسن نادي في العالم او احسن مدرب في العالم اللي هو جوارديولا عنده قناعه ان هو ما عندوش اللعيب، تخيلي بقى يعني مانشستر سيتي ما عندوش اللعيب اللي ينقل الفرقه 50 او 40 متر، فده مش عيب. لكن احنا طريقه اللعب والادوار اللعيبه هي ده اللي بيديها موسيماني للعيبه، ان احنا نروح للاماكن اللي ممكن نستغل مهاره اللعيبه فيها، مهاره حسين الشحات، مهاره طاهر محمد طاهر، مهاره تاو اللي بعيد جدا جدا عن عن عن, عن الفورمه الفنيه او شكل النادي الاهلي او هو اصلا. فعندنا مشكله في ادوار اللعيبه،
عندنا كمان مشكله ان احنا انا سامعكم بتتكلموا على عبد القادر. عبد القادر كل مصر شايف ان هو لعيب مؤثر ولعيب كويس جدا، ممكن هو يكون شايف ان هو مش لعيب بدايات، لعيب شوط تاني، لكن طبعا مش دي الحقيقه للاسف. فبقول لك الادوار فيها مشكله كبيره قوي، لكن اللعيبه ما فيهاش مشكله. انا مقتنع بامكانيات اللعيبه الفنيه على احسن ما يكون، باستثناء تاو اللي بعيد قوي عن الفورمه الفنيه بتاعته وعليه علامات استفهام كتير جدا. لكن عندنا اللعيبه اللي تعمل الشكل الفني اللي جماهير الاهلي عايزاه، لكن الشكل الفني اللي موسيماني بيقول عليه او الادوار اللي بيقول عليها موسيماني هي دي اللي عليها علامه استفهام بس. طيب ازاي شفت يعني فكر بيتسو موسيماني امبارح في المباراه بشكل عام؟ يعني هو فضل يلعب المريخ بأني خطه داخل الملعب. عايزين نبعد عن الشغل الرقمي، ولكن عايز اكلمك على الشغل الفني، يعني ايه التعليمات اللي كانت بالنسبه لك واضحه في اداء النادي الاهلي الفني؟ هي نفس التعليمات يا غانم، اللي احنا بنحضر كوره وبنلعب، بنحاول نلعب كوره لشريف، او بنحاول نستغل علي معلول في الكروسات بتاعته او في الباصات بتاعته اللي بتبقى متقنه جدا جدا. ونفس الثغره برده اللي في ظهر علي معلول، كنا اتكلمت معاها برده معاك يا غانم في نفس القصه دي، نفس الثغره اللي في ظهر علي معلول وجي منها هدف امبارح. عندنا مشكله في التمركزات، وعندنا مشكله في ظهر علي معلول، هو عالجها في الاخر بنزول اشرف، اللي هو لازم يعمل كده بصراحه. طالما علي معلول دايما في وراه فجوه لازم ان احنا نغطيها او لازم ان احنا نشتغل عليها. لكن طريقه لعب فنيه معينه احنا بنلعب بيها امبارح بصراحه ما كانتش احسن حاجه، وما كانش في حاجه واضحه قوي لينا باستثناء الكور الطويله اللي احنا متعودين عليها. يا كابتن انت في صوت جنبك بيوشع زي ما بقول لك، احنا بنلعب. انت مش سامعني كويس؟ لا احنا سامعك، بس في صوت كده داخل معاك في الخط كده يعني. تمام، احنا مع حضرتك كده. سامعني كويس؟ سامعين حضرتك، اتفضل. اوكي، فانا مش عارف انت كنت سامعني لغايه فين. لا احنا سامعين حضرتك كويس. التعليمات الفنيه كمان والثغره بتاعت علي معلول، وازاي النادي الاهلي دلوقتي كمان واضح ان الثغره دي ممكن تسبب له بس مشاكل، مش بس في دوري ابطال افريقيا، كمان في المباريات المحليه، والاهم كمان بقى المباريات اللي جايه، لان انت هتقابل فرق عندها شراسه هجوميه كبيره جدا بنفس المستوى بتاع سان داونز وخلافه من الفرق طبعًا اللي بدات تبان ملامح الفرق اللي هتتاهل للادوار المقبله في دوري ابطال افريقيا كمان. طبعا دي حقيقه. احنا قلنا، او انا عن نفسي بقيم علي معلول، انه انا عمري ما قيمته باك ليفت، لان لو قيمته باك ليفت هتبقى مشكله كبيره جدا. علي معلول لعيب وسط ملعب مهاجم، بيعرف يعمل الفارق، بيعرف يحط كروس، بيعرف يحط باص، بيعرف يصدر لك مشكله عند الخصم، بيعرف كمان توقيت الباص واهميه الباص، وبيعمل كل حاجه صح باستثناء ان هو الحاله الدفاعيه عنده فيها مشكله كبيره جدا، واحنا مش هنطلب منه كل حاجه بصراحه. فاحنا المشكله دايما بنحلها ان احنا بنخلي حد بيغطي المساحه بتاعته، سواء ديفندر سواء مساك ايا كان، لكن احنا عندنا ثغره في الحته دي. الاهداف اللي دخلت فينا في الحته دي حتى امبارح، فدي مشكله كبيره جدا. لكن انا بقول لك احنا كنا بنتكلم على تكتيك، نفس التكتيك اللي بيشتغل بيه موسيماني، ان احنا بنحضر وبنلعب الكره في ظهر المدافعين لشريف اللي بيستغل سرعاته. بقول لك احنا امبارح بنلعب الجناحات عندنا مش شغاله احسن حاجه، مش هي اللي مطلوبه في النادي الاهلي. بنروح بالكوره بالكروسات الطويله، ده مش هينفع، لازم من رجل لرجل، ونشتغل في 30 ياردة او نشتغل في 20 ياردة نستغل فيها مهارات حسين او طاهر او تاو ايا كان اللي هيلعب هو مين. فشكل فني واضح، لا احنا بنروح شويه في الماتشات، يعني بنتعامل حسب طبيعه الماتشات، وده مش صح بصراحه بالنسبه لي. لكن في الاخر بتطلع باللي انت عايزه الحمد لله، وانت طلعت باللي انت عايزه امبارح، وكان ماتش زي ما احنا اتكلمنا في الاول، ماتش مهم جدا جدا، وثلاث نقاط مهمه جدا، مش مهم تجيبهم ازاي، المهم يوصلوك لبعد كده. بالظبط، ودي من تصريحات بيتسو موسيماني، واللي كمان بيتكلم عن دلوقتي وحاجه واضحه وصريحه، تالق محمد شريف، واللي انا كمان عايزه اشيد جدا بيه، لانه كان راجع من رحلته مع منتخبنا الوطني في الكاميرون. اكيد طبيعي، هو بني ادم ممكن يحبط، ممكن يحس ان هو يعني المود مش احسن حاجه، والكوره جزء منها ان انت تكون على المستوى الذهني، دماغك رايقه علشان تعرف تأدي. ولكن عودته مره ثانيه سريعا ان هو يكون بيقف على رجله، بيسجل اهداف، وكمان فيها استمراريه، فهي اشاده كبيره جدا كمان بعقليه اللاعب اللي قدر يتخطى مرحله ممكن ما كانتش الطف حاجه بالنسبه له من فتره قصيره. قادر يكون بيقدم عروض مميزه جدا، بيسجل على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي مع النادي الاهلي. الى اي مدى شايف ان هو بيقتل كمان حسام حسن في الفترة اللي جاية، اللي بالرغم ان كل جماهير النادي الاهلي وكمان الجماهير المصرية متعطشة تشوف اللاعب وهو بتيشيرت النادي الاهلي قادر يقدم ايه؟
بص يا مران، هو ده المفروض انه يكون شخصيه لعيب النادي الاهلي. يعني هي دي شخصيه لعيب النادي الاهلي، لازم يستحمل الضغوط، لازم يستحمل اي حاجه خالص، منتخب في افريقيا في الدوري، هو دايما جاهز لاي وقت في المباراه. زي ما انا برضو سمعتكم بتتكلموا على عبد القادر قد ايه هو نزل، حسيته ان هو بيلعب من اول مباراه، دخل في فورمه المباراه بسرعه، اشتغل وترجم شغله ده لجوان. فموضوع ان انا اتاثر بالعوامل الخارجيه هيضر اللعيب هو، مش هيضر اي حد، لان الاهلي الزمالك اي فرقه كبيره بتنافس بطولات كتير جدا لازم يكون شخصيه اللعيب شخصيه قويه جدا، بتستحمل كل حاجه. اهم حاجه في الفرق الكبيره الشخصيه، ممكن يكون لعيب جامد جدا، وشفنا امثله كتير قوي، لعيب جامد جدا يجي الاهلي والزمالك خلاص انتهى، لانه مش قادر يتحمل الضغوط، مش قادر يتحمل الانتقادات. وانت طبعا عارفه جماهير الاهلي ويعني ايه جماهير الاهلي ويعني ايه جماهير الزمالك، لازم يكون لعيب جاهز شكلا وشخصيه وكل حاجه يستحملها. وانا قلت قبل كده ان حسام حسن يعني لازم يكون شخصيته اقوى من كده، ولازم يتحمل ولازم يستغل اي دقيقه هينزل فيها. احنا شفناه في الماتش سان داونز نزل وجاله فرصه سهله جدا، لكن الضغوطات اللي عليه وان هو مش عارف يتخلص منها ما دخلش لسه في الفورمه. فشخصيه اللعيب لازم تكون زي الكلام اللي انت بتقوليه، ان هو يتحمل وينزل وينسى ويبان يشتغل في اي وقت في المباراه. عشان كده شريف من الشخصيات دي، بينزل وبيتعامل وبيهدف وبيلاقي نفسه بسرعه وبيرجع بسرعه، لكن هو ما بتاثرش، ممكن يتاثر بس يعني اللي هو لقطه المباراه بني ادم في الاخر يوم ولا حاجه وبيرجع تاني في الاجواء، وده كمان شغل. لا، ما هو لعيب الكوره كده، لعيب الكوره كده هيفصل بين كل حاجه هيشتغل، لكن هيتاثر باي حاجه بترجع عليه في الملعب على طول. بالظبط، وبشوف التاثر حتى بالحلو والوحش، يعني ما ينفعش تفرح بحاجه نتيجه ايجابيه وتقعد على بقى الصدى بتاعها، تقعد لك شهرين ثلاثه مبسوط بحاجه، لا انت لازم تقلب الصفحه بتاعت الحلو والوحش بسرعه يعني. صح. طيب احد اخبار الاهلي، وقبل ما ننتقل احنا بقول لك احنا كنا بنشوف لعيب اتفضل. لا خلاص، كنت اقول لحضرتك يعني قبل ما ننتقل للحديث عن نادي الزمالك، احد اخبار النادي الاهلي يعني، ونادرا لما بنشوف النادي الاهلي الجهاز الفني بيدي اللعيبه راحه 8 ايام، قد ايه هتكون دي مهمه جدا للعيبه انها تعمل عمليه استشفاء وانها تعمل الريكفري لجسمها، وازاي استغلها النادي الاهلي ايجابيا في المباريات المقبله، لان ان شاء الله بعد المباراتين الفاصلتين داخلين بقى على ضغط مباريات قوي جدا، سواء في بطوله افريقيا او في الدوري المحلي كمان. اللعيبه محتاجه طبعا راحه، مش مجاهدين اخر حاجه، لكن احنا محتاجين راحه. اللعيبه ما ريحتش فتره طويله، وموسيماني بيعرف يديهم راحات كويسه. اهم حاجه اللعيبه اللي ما كانتش شغاله، او اللعيبه اللي محتاجه فورمه ماتشات، او اللي محتاجه تدريبات، ان هم اعتقد ان هم يشتغلوا في الاهلي. اعتقد كمان ان هي مش تبقى فتره راحه سلبيه خالص، كل لعيب بياخد برنامج معاه بينفذه، سواء في البيت سواء في اي جيم سواء في جيم النادي. لكن راحة زي ما انت قلت غانم مهمة جدا، واللعيبة محتاجاها، ان هو يرجع يعمل ريكفري تاني ويرجع فريش تاني ويرجع المباراة تاني ويرجع عنده كمان، لان انت بتطلع من بطولة لبطولة لبطولة. لعيب زي محمد عبد المنعم اتهرى ولسه يروح كمان منتخب مصر، لعيبة كتير جدا ضغط المباراة بيعمل لك انت كمان حالة كده، يعني ان انت يعني مفيش جديد بالنسبه لك، كل شويه مباراه. فطبعا الراحه مهمه قوي ان انت ترجع فريش يعني زي ما انت بتقول. وداخلين على رمضان كمان، كل سنه وانت طيب بقى. وانتوا طيبين طبعا. وانت طيب يا كابتن. طيب خليني وانت بتتكلم عن ملحمة المباريات والبطولات اللي كلها بيتعرض ليها لعيبة النادي الاهلي، واحنا بنتكلم كمان في الاسابيع اللي فاتت اصبحت الانباء المتعلقه بميركاتو الصيف كتيره، واعتقد الانديه الكبيره لازم يكون عندها الدكه قويه، وطول الوقت بنتكلم عن ده، وشفناه كمان بيطبق مع النادي الاهلي في مشاركته في كاس العالم للانديه اللي كان بيفتقد لخدمات عدد كبير من لعيبته، ولكن قدر ان هو يكون بيتخطى مونتيري المكسيكي وبيوصل الى نصف النهائي، فبالتالي دي حاجه مهمه جدا. اهم المراكز اللي شايف النادي الاهلي ممكن يكون في حاجه لتدعيمها، واحنا بنسمع اسماء كتيره في التوقيت ده، بعض منها ممكن يكون فعلا في كلام معاه، والبعض منها ممكن يكون اجتهادات من الزملاء الصحفيين. بصي يا مريم، هو سؤالك مهم جدا، لكن احنا كاهلاويه او احنا كمان كعلاقتنا بنادي الاهلي ما ينفعش نتكلم في اي صفقات دلوقتي خالص خالص. انت بتتكلمي في بطولات، بتتكلمي في الاهلي داخل في دوري، لسه الدنيا مش هتلاقي اي حد مسؤول في الاهلي هيكلمك عن الصفقات. بالعكس، احنا عندنا كل الصفوف مكتمله، كل الخطوط مكتمله، مفيش حاجه يعني مهمه جدا النادي الاهلي محتاجها دلوقتي. هيفكر في الوقت اللي هيفكر فيه، وهيجيب زي ما انت متعوده على شكل النادي الاهلي. لكن انا حتى لو انا عارف ان في كلام او في حاجه، يعني صعب جدا احنا نتكلم في حاجه زي كده دلوقتي، عشان ضغطة المباريات وضغطة البطولات، واللعيبة بصراحة كل واحد بيأدي اللي هو يعني اللي عليه وأكتر كمان.
لكن انا بقول لك بس هو موسيماني بس يحاول يظبط الدنيا فنيا وان شاء الله الدنيا تكون احسن حاجه باذن الله. لكن كصفقات وكده صعب قوي نتكلم عليها دلوقتي في الوقت ده. طيب اخيرا يعني تمنياتك لنادي الزمالك النهارده مباراه اكيد هامه لجمهور نادي الزمالك وللجهاز الفني الجديد، مباراه ان شاء الله في تمام الساعه 3 عصرا امام بيترو اتلتيكو، واختبار قوي لان بيترو اتلتيكو ماشي بشكل جيد في دوري ابطال افريقيا. بتشوف اهميه هذه المباراه للجهاز الفني والجماهير نادي الزمالك؟ بص لجماهير نادي الزمالك مش بتهيالي مش احسن حاجه يعني او مفيش اهميه المباراه خالص خالص، لكن هو فيريرا يشوف اللعيبه، فيريرا يحاول يحط ايده على اللعيبه يشوف ممكن يشتغل بمين بعد كده. يعني مباراه بس للاسف يعني للاسف نادي الزمالك البطوله دي كان بيمر بحاجات كتير قوي، ان شاء الله يرجعوا تاني ويرجعوا بسرعه والاخطاء تتعالج والجو يهدى حوالين اللعيبه، عشان انا برضو مش بحمل اللعيبه برضو حاجه بصراحه. يعني انا ابدا اتكلم على اللعيبه لما يكون كل حاجه متوفره لهم، كل الدنيا حلوه بالنسبه لهم، الجو كويس ككوره يعني موفر لهم ابسط حاجه من الفكر الفني شويه، فالدنيا بالنسبه لهم كانت صعبه قوي الفتره اللي فاتت. ان شاء الله يرجعوا بسرعه. نادي الزمالك نادي كبير وبيفيد الكوره وبيفيد الاهلي وبيفيد المنتخب وبيفيد الدوري بشكل عام وبيفيد كمان اسمك انت كمصر في اي بطوله هو بيروحها. فللاسف للاسف المباراه النهارده ملهاش اي اهميه من وجهه نظري الا هي تاديه واجب. يعني ان شاء الله يرجعوا بسرعه غانم ونشوف نادي الزمالك زي ما كنا بنشوفه قبل كده. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الحميد، دايما بتنورنا وبتشرفنا ومبروك 3 نقاط مهمه، وان شاء الله النهارده نتيجه مباراه سان داونز كمان تكون ايجابيه بالنسبه لنادي الاهلي فيطمن بشكل اكبر وتكون الجوله 6 بلا ضغوط زي ما طبعا كنا بنتابع مباراه امبارح. بنشكرك شكرا جزيلا ودايما بتنورنا كابتن عبد الحميد حسن، واحد من نجوم طبعا النادي الاهلي السابقين كان معانا واتكلمنا يعني عن ملفات كتيره جدا متعلقه بالنادي الاهلي، و فاضل ساعات قليله ويبدا كل الكلام يتوجه للمنتخب الوطني ان شاء الله. باذن يعني الله. واحد الاخبار اللي انا حابب يعني اخد منك واربطها طبعا بحديثنا عن النادي الاهلي، وكمان قبل ما نطلع فاصل وقبل ما نختم اخبار النادي الاهلي، طبعا كلنا امبارح قلقنا بشكل كبير جدا لما شفنا محمد هاني كده ابتدى يحس، وافتكرنا على طول نفس الحركه اللي عملها محمد صلاح في مباراه برايتون، حس على طول بألم شويه فضل ان هو يستبدل، وده اللي عمله محمد هاني امبارح. يمكن حصل آلام في العضله الضمه وده اللي خلى الجهاز الفني يفضل على طول ان هو يستبدله ويحل محله طبعا احد اللاعبين، فبالتالي كان كريم فؤاد على ما اتذكر بالفعل. فطبعا محمد هاني عايزين نطمن عليه، ولكن الامور داخل النادي الاهلي هنطمن حضراتكم اكتر من خلال تصريحات الدكتور احمد ابو عبله، ومن خلال ايضا متابعتنا لكل اخبار النادي الاهلي اللي اتكلم ان رئيس الجهاز الطبي طبعا الدكتور احمد ابو عبله اتكلم ان بيرسي تاو اتعرض ايضا لاصابه فتم استبداله بين الشوطين بطاهر محمد طاهر، ولكن اصابه بيرسي تاو هي كدمه في الركبه، هيعملوا بعض الفحوصات الطبيه للاعب عشان يعرفوا التشخيص المبدئي لحجم اصابه بيرسي تاو، وبالتالي غيابه عن الملاعب هيكون لفتره قد ايه. اما محمد هاني فبنتمنى له اكيد السلامه، عايزين نطمن عليه اكتر ان شاء الله، لان احنا متوقعين ان هو يكون في قائمه منتخبنا الوطني المصري بناء على الاداء الرائع لمحمد هاني ابتداء من بطوله كاس العالم للانديه استكمالا في الدوري المحلي وايضا دوري ابطال افريقيا، بالإضافة إلى إصابة أكرم توفيق وجود لاعب واحد فقط في هذا المركز ومنتخبنا الوطني المصري، وهو أصلا كمان مش باك رايت، سواء عمر كمال عبد الواحد أو إمام عاشور اللي كمان لعب مباراة السنغال. فبالتالي محمد هاني وجوده هام جدا في هذه المرحلة، بنتمنى له أكيد السلامة، وإن شاء الله الإصابة اللي حس بيها في العضلة الضمة تكون إصابة إن شاء الله بسيطة ويقدر إن هو يتعافى ويكون متواجد مع منتخبنا الوطني المصري. مليون سلامة على اللاعب، أكيد بنتمنى له أكيد العودة السريعة، وإن شاء الله يكون بيعود مرة ثانية يطمنا كده الجهاز الطبي من تصريحاته في الفترة وفي الساعات القليلة اللي جاية. وبعد الفاصل مشاهدينا هنواصل حديثنا، خليكم معانا. بنجدد الترحيب مره ثانيه بحضراتكم مشاهدينا، واستكمالا لاخبار حلقتنا النهارده في صباح اون تايم ننطلق بحديثنا الى اخبار نادي الزمالك قبل ساعات قليله من مباراته امام منافسه النهارده، هيكون طبعا مواجهه كبيره ومهمه بالرغم من الخروج من البطوله، ولكن هي حسابات، وهنشوف طبعا مع بدايه اول 15 دقيقه في اللقاء هنشوف التوجهات الخاصه للمدير الفني في مواجهه بيترو اتلتيكو الانجولي النهارده. خلونا نقول لكم ان استقر البرتغالي فيريرا المدير
الفني لنادي الزمالك على منح الفرصه لبعض اللعيبه خلال لقاء اليوم امام باترو اتلتيكو الانجولي حتى يطمئن على مستوى هؤلاء اللاعبين، وابرزهم حازم امام العائد من الاصابه واللي شارك في اخر مباراه للفريق امام الوداد في الدقائق الاخيره للمباراه، هذا الى جانب منح الفرصه لمحمد عبد الغني مدافع الفريق واللي بعيد عن المشاركه في الفتره اللي فاتت الى جانب مشاركه محمد عواد كحارس للمرمى. وبيذكر ان الزمالك يواجه اليوم باترو اتلتيكو في الجوله الخامسه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالرغم من الخروج من البطوله بشكل رسمي، ولكن هي مباراه يعني كابتن عبد الحميد كان معانا وبيقول ان هو بالنسبه له حتى من وجهه نظره الجماهير ممكن ما يكونش بالنسبه لهم المباراه مهمه او بتتاخد في الحسابات، بعض من الجماهير ممكن يكون حاسين لا هم عايزين يشوفوا نادي الزمالك، لان خلي بالك انتماء الجماهير لفرقها حتى بتكون في المباريات الوديه، لو حتى بيشجعوا كوره ولكن لو الفريق بتاعهم عمل نتيجه حلوه في الباسكت هتلاقيه برده مبسوط، فهي ليها علاقه بالاحساس بالانتصار بشكل عام حتى لو في اطار بطوله وديه، بيبقى للانتصار نكهه طبعا عند الجماهير يعني. طبعا اولها الفوائد النفسيه على اللعيبه والتالق، وفي لعيبه عارفه انها تحت الميكروسكوب بتاع المنتخب، ف امور كتير قوي متعلقه بالمباراه. فيمكن لو يعني التصريح ما كانش واضح من كابتن عبد الحميد، بس المباراه مهمه لجمهور نادي الزمالك في المقام الاول، اي فرقه متعوده دايما على الانتصارات او الفوز الجماهير دايما بتحب انها تشوف فرقتها بتكسب واللعيبه بتجيب اجوان، كمان موضوع البوينتس اللي موجود في افريقيا والرانكينج بتاع افضل الانديه، كل الامور دي بتاثر بالسلب كمان على ورقيا مش مهمه المباراه ولكن نفسيا مهمه. يعني خلاص الزمالك في صعود؟ لا ما فيش صعود، بس كل الامور الثانيه اكيد امور ايجابيه. ودايما لما كمان بنتكلم على التشكيل المتوقع بنحاول ان احنا نقرب، لان التشكيلات دايما بتبقى مع اقتراب المباراه بيبقى فيه 70-80% كده تشكيل اساسي مش هيخرج عنه، بعض اللاعبين بيوصلوا اوقات لسبع او ثمان مراكز، ولكن دايما الافكار بتاعت كل مدير فني بتبقى المفاجات في مركز او اثنين او ثلاثه بناء على حاله بعض اللاعبين او افكار خاصه بالجهاز الفني. ولكن هنقرب مع حضراتكم للمشهد شويه ونشوف اللي بيدور خلال نادي الزمالك في بعض المراكز حاسمه تواجدها زي مثلا احمد ابو الفتوح او محمود الونش في خط الظهر، ولكن لما نتكلم على مركز حراسه المرمى هنتكلم ان جوزفالدو فيريرا اللي باين ان هو بيدي محمد عواد فرصه، ده حقيقي طبعا محمد عواد يستحق المشاركه افريقيا لانه شارك في بعض المباريات المحليه، ولكن ابو جبل والقصه الاخيره وازمته مع نادي الزمالك قد تؤثر على عدم مشاركته، ولكن هو متواجد في القائمه ومتواجد في المعسكر ومتواجد مع اللعيبه اللي سافرت بالفعل. خط الظهر ايضا مع المستوى اللي بيظهر بيه حمزه المسلوسي مؤخرا وعوده حازم امام من الاصابه، فبالتالي حازم امام من المتوقع ان احنا نشوفه في الجانب الايمن، عدم وجود محمود علاء في القائمه وما سافرش من الاساس اصلا مع نادي الزمالك بيؤكد ان محمد عبد الغني هو اللي هياخد من الحظ طبعا نصيب ان هو يشارك في هذه المباراه. جوزفالدو فيريرا نفتكر دايما التجربه بتاعته ان هو كان بيلعب باثنين، يعني يعمل دبل لود او يعني اوفر لود على وان سايد، دايما هو بيحب الحركه دي، فده هيخلينا نشوف احتماليات لمشاركه محمد عبد الشافي وياما واحمد فتوح، ويتبادل كلا اللاعبين المهام الدفاعيه والهجوميه على ان يكون في وسط الملعب امام عاشور ومحمد اشرف رؤى، بالاضافه الى بعض العناصر الهجوميه زي احمد سيد زيزو ويوسف اوباما ورزاق سيسيه. ده الفكر او اللعيبه الاقرب، زي ما قلت لحضراتكم هنبص على التشكيله نلاقي 70-80% هم العناصر الاساسيه اللي ما فيهمش خلاف زي اشرف رؤى وامام عاشور وعبد الغني والونش وعواد وعبد الشافي، اللعب بقى وكله والتركايه في مثلا وجود احمد فتوح امام عبد الشافي في الاوفرلود على الوان سايد اللي هو في ناحيه الشمال، او مثلا وجود رزاق سيسيه كراس حربه صريح. اعتقد يا مرهان تشكيل جيد، وممكن نبدا نشوف فيريرا بالفعل يعمل بعض الاستكشافات او يوصل لطريقه تريح بقى لعيبه نادي الزمالك في المباراه اللي جايه وتبقى تجربه هامه للدوري المصري. يعني كمان تجربه مهمه طبعا، ولكن بيبقى من الضغوط اللي على فيريرا ان الوقت ضيق جدا وان المباريات كتيره، فهو جاي في وقت صعب، يعني في توقف اللي هو متعلق بالاجنده الدوليه ماتشين بتوع منتخبنا الوطني، يعني لاي مدى ممكن يستفيد منهم المدرب او المدير الفني البرتغالي فيريرا مع نادي الزمالك، ولكن الدنيا فيها ضغوط كتيره جدا على كل الانديه، ولكن تغيرات طبعا في الاجهزه الفنيه في الوقت ده بتكون صعبه جدا، فان شاء الله نشوف ايه اللي هيكون نادي الزمالك قادر ان هو يحققه مع مديره الفني الجديد بقاله تقريبا اسبوع ماسك الفريق، ده اللي كمان واضح من تصريحات واحد من نجوم خط الدفاع لدى منتخبنا الوطني ونادي الزمالك. محمود حمدي الونش مدافع الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك كان ليه تصريحات ان
لفريقه هيكون بيخوض مباراة بيترو أتلتيكو المقرر ليها النهاردة في بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير. قال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: الزمالك فريق كبير، نحن نمر بفترة صعبة والجهاز الفني بيحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات. كمل كلامه وقال: عندنا مدرب كبير بنسعى للاستفادة منه جدا، والمدير الفني تحدث معانا وطالبنا بالتركيز في الفترة اللي جاية لأن الزمالك بينافس على بطولتي الدوري والكاس وبنسعى لمصالحة الجماهير. وأكد الونش أن الفريق اتدرب لمدة أسبوع تحت قيادة فيريرا وتم تصحيح العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراة اليوم. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى زي يعني هتلاقي عدد كبير من جماهير نادي الزمالك كل الهدف في التوقيت ده ان هم يبداوا يشوفوا بصمه فيريرا بالرغم من وقته قصير، ولكن امتى ممكن يشوفوا فعلا بصمه المدير الفني الجديد موجوده في الملعب؟ ده حاجه مش سهله، ولكن مدير فني صاحب خبرات كبيره ولاعيبه اعتقد المفروض تكون يعني سريعه الاستجابه لخطط جديده هيكونوا يعني بيتلقوها في وقت قصير. فتره التوقف هتفيد فرق كتير قوي في الدوري المصري، مش بس نادي الزمالك، فرق كتير قوي كان عندها تعثرات، مثلا فاركو بالمدير الفني الجديد اللي جابوه، الميدا، الاسماعيلي مع الكابتن حمد ابراهيم، فرق كتيره هتحاول انها تستغل. واعتقد شفنا فرق استفادت زي ايسترن كومباني بعد فتره التوقف والرابطه، يعني تعادلات ما شاء الله، طلع الجيش وتعادل برده مع المصري والاتحاد، فاز على امبي وفاز على سيراميكا. من ساعه ما رجع ما شاء الله، يعني عشان محدش بيقول بنحسد حد، نتائج ايجابيه. حتى في الكاس لما لعب بالقائمه البديله اتغلب على غزل المحله بركلات الترجيح. فدايما فتره التوقفات اعتقد هتكون مفيده لفرق كتير قوي، من ضمنها نادي الزمالك اللي هيستفاد بشكل كبير جدا. لو هنتكلم على البطوله العربيه، لو حضراتكم تفتكروا كان ليها فوائد على لعيبه كتيره جدا، من ابرزهم طبعا محمد عبد المنعم اللي تالق مع منتخبنا الوطني المصري بعد كده في كاس الامم الافريقيه. ولو هنتكلم على ايضا احد العناصر اللي موجوده في نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري اللي كان هداف لهذه البطوله، اللي اعتقد منذ هذه البطوله وسيف الدين الجزيري عليه يعني متابعه هامه جدا خصوصا بعد تتويجه بلقب الهداف. ولكن منذ ان اعلن نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور ان سيف الدين الجزيري مش هيستمر مع نادي الزمالك، اللاعب تلقى وابل من العروض. لان قلت لحضراتكم سيف الدين الجزيري مش هيجد اي مشكله ان هو يكون في نادي مميز ابتداء من الموسم المقبل، سواء انديه محليه اللي كلها بترحب بتواجد المهاجم الاول للمنتخب التونسي، او طبعا قدامنا اهداف جميله ليه كمان مع نادي الزمالك، لاعب مهاري ودريبلر وعنده من المهارات كتير، وكتير ممكن ما بقاش موفق في هذه الفتره، ولكن هو لاعب ذو قيمه كبيره. ولكن دلوقتي كمان عرفنا من مسؤولي احد طبعا الانديه بالاضافه الى وكيل اللاعب ان في عرض كويتي كمان لسيف الدين الجزيري، ولكن مش هيقولوا ايه هو النادي، خصوصا ان يعني هما محترمين ان هو حتى هذه اللحظه لاعبا في نادي الزمالك، ومنتظرين يشوفوا فعلا هل قرار نادي الزمالك هيكون قرار نهائي ببيع اللاعب في نهايه الموسم، ولا هتبقى دي كلها مرحله كده من الزعل وهتعدي بعد كده على بعض اللاعبين، والبعض الاخر هيكونوا فعلا مصيرهم الرحيل عن نادي الزمالك. يعني اعتقد ان دلوقتي في مسؤوليه كبيره بتكون على اللاعبين نفسهم، البعض منهم في تصريحات خاصه من رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ذكرهم بالاسم في اطار انه ممكن ما يكونش محتاج لخدماتهم في الفتره اللي جايه، سواء لاعب زي سيف الدين الجزيري واللي قال ان هو يعني بيفضل بيعه في الفتره اللي جايه، وكمان سداسي ذكر اساميهم وهم ممكن يكونوا من الاعمده الاساسيه لدى نادي الزمالك والفريق الاول لكره القدم، واللي قال ان هو مش هيكون بيجدد لهم عقودهم. المتبقي لنهايه الموسم اعتقد دي الفرصه ان اي لاعب من دول يكون بيقدم اوراق اعتماد ويكون بيصالح المجلس ويصالح الجماهير علشان لو عايز يكون بيفضل داخل اسوار نادي الزمالك. اصداء كانت كتيره جدا متعلقه فيما يخص بنادي الزمالك وايه اللي ممكن يكون بيحصل في الفتره اللي جايه من صفقات، خصوصا واحنا بنتكلم على عدد من اللاعبين اللي هيكونوا بيرحلوا في مراكز مختلفه، وده اللي حصل خلاص، اصبحت في انباء كتيره بتخص ان ممكن يكون في عروض من وكلاء للاعبين لمهاجمين يكونوا موجودين في الفتره اللي جايه، واحنا بنتكلم عن السداسي كان بيضم عمر السعيد، وبنتكلم عن سيف الدين الجزيري الاثنين من مهاجمين نادي الزمالك، ففعلا ممكن الزمالك يكون في حاجه الى مهاجمين لو افترضنا ان السيناريو ده هو اللي هيكون بيستكمل مع نهايه الموسم، ان القرارات دي مش هتكون برجعه. يمكن فعلا اسماء كتيره مرشحه، مريهان
فاكره لما اتكلمنا يعني في حلقه من الحلقات طبعا مع كان كابتن يوسف حمدي نجم الاتحاد السكندري ونادي الزمالك الاسبق، اتكلمنا ان في مهاجمين بيتالقوا في الدوري المحلي زي جون ايبوكا، مهاجم ام بي مابولولو مع الاتحاد السكندري كويس قوي، بس دايما في ناس بتفتكر يعني مثلا كابونجو كاسونجو كان نفس التالق مع الاتحاد السكندري وجايب اهداف باكوردز وكل الحركات، ولما راح مع نادي الزمالك صادفه سوء حظ جامد جدا. وبرده بعض الاسماء المحليه اللي هم يحملوا الجنسيه المصريه زي يعني ناصر منسي، فادي فريد، شكري نجيب، في اسماء كتيره. البعض كمان ربطنا عوده فيريرا بعوده باسم مرسي، لعيب لسه صغير في السن ماشي مع سيراميكا كليوباترا كويس، هنشوف ايه اللي هيحصل عامه في الفتره القادمه. طبعا من خلال يعني ايضا متابعتنا لدوري ابطال افريقيا وايضا مباراه نادي الزمالك النهارده، نقرب اكتر من المشهد ونحلله شويه رياضيا وفنيا مع واحد من المحللين الرياضيين من خلال تطبيق سكايب مع الاستاذ او الكابتن شريف سالم، نتكلم بتفاصيل اكتر. بصبح عليك واكيد منورنا ومشرفنا في صباح اون تايم. صباح الخير عليك وصباح الخير يا مرهان. صباح الخير عليك منورنا. وخلينا كده نبدا حديثنا قبل ما نتكلم عن مباراه نادي الزمالك وبترو اتلتيكو النهارده الساعه 3 العصر، نبدا بالكلام عن مباراه الاهلي والمريخ امبارح، ابرز التعليقات والارقام الخاصه من متابعتك ومشاهدتك للقاء. والله الماتش بتاع المريخ بتاع امبارح ما كانش بعيد قوي عن مباراه المريخ الاولى، تقريبا النادي الاهلي كان بيعاني من نفس المشاكل اللي عانى منها في اول مره، وهي اللي احنا كنا بنحاول نتكلم عليها كتير، ان انت لما بتلعب في مباريات في افريقيا مع فرق زي المريخ او الهلال، فرق بتبقى متميزه قوي بالعنصر البدني، ما ينفعش ان انت تقلل رتم اللعب لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه، لان انت بتدخل المنافس في الجيم، وده اللي حصل امبارح بعد ما الاهلي سجل لتاني مره. برده اعتقد هنا دي تبقى مشكله شويه عند المدير الفني في اداره المباراه، وانت بتدخل جيم زي ده لازم انت تبقى مدي مساحه لفرقتك ان هي تقدر تعلي الريتم وتقلل الريتم في مساحه ما تزيدش او في وقت ما تزيدش عن 10 دقائق عشان ما تدخلش المنافس في الجيم. امبارح المريخ لما دخل في الجيم، النادي الاهلي لما رجع ضغط ثاني قدر يسجل جولين، زي برضه المباراه الاولى النادي الاهلي بعد ما المريخ دخل الجيم وسجل التعادل قدر النادي الاهلي ان هو يرجع بشكل قليل، يعني في 3 4 دقائق كان النادي الاهلي قدر ان هو يرجع. فاعتقد دي بتبقى مشكله شويه في الطريقه اللي المدير الفني بيدير بيها اللقاء، فاتمنى ان ده ما تحصلش تاني، لانه في اوقات لو في فرق معينه دخلت الجيم فرق اقوى من المريخ ممكن النادي الاهلي ما يقدرش يرجع للجيم. طيب لا هدخلك شويه في نفس المجموعه النهارده، يعني حسابات سان داونز ايه والهلال السوداني؟ يعني هل تتوقع يكون في مفاجاه من الهلال السوداني نفس التوقيت ان شاء الله اليوم هيكون في مباراه الهلال السوداني، شايف ممكن يدخلوا في الجيم وفي اللعبه ويبداوا يزاحموا النادي الاهلي، وتتبقى بقى المباراه اللي هتكون ما بينهم اهلي وهلال السوداني مباراه هي فاصله عن التاول في هذه المجموعه، ولا سان داونز هيخلص الموضوع النهارده؟ هو حتى لو سان داونز كسب مش هيخلص الموضوع، لان هيبقى لسه الهلال عنده 3 بونت قدام النادي الاهلي، لو كسب هنا في القاهره بمواجهات مباشره هيبقى متعادل في اللبنات مع النادي الاهلي 7 و7، وهيبقى الهلال طبعا هيصعد في المواجهات المباشره، نتمنى ده ما يحصلش اكيد، بس برضه في نفس الوقت مباراه الهلال النهارده هي مهمه جدا للنادي الاهلي ان هو يدرسها، لان انت بتلعب فريق قوي زي سان داونز قريب من طريقه اللعب او فلسفه اللعب قريب من النادي الاهلي، فانت تذاكر الهلال النهارده عشان تشوف الهلال هيلاعب سان داونز ازاي وهيجي يلعبك في القاهره ازاي، لكن الاهم من كده ان انت تنزل ماتش القاهره بغض النظر عن النتيجه اللي هتحصل النهارده، انت تنزل تكسب، لان في جميع الاحوال الهلال علشان يصعد قصاد النادي الاهلي حتى لو فاز النهارده هيحتاج انه يتعادل ايجابي في القاهره. فكده كده الهلال جاي القاهره عشان يسجل، والنادي الاهلي 4 مباريات في دوري الابطال، المباراه الاولى بتاعه الهلال هي اللي كانت فيها كلين شيت، الهلال ما سجلش في النادي الاهلي، الاربع مباريات اللي بعد كده النادي الاهلي استقبل اهداف في الاربعه، 2 سان داونز و2 مريخ، فالنادي الاهلي محتاج الفتره الجايه ان هو يشتغل على الاخطاء والمشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده عنده، عشان لما حتى الهلال يجي عندك القاهره هنا بغض النظر عن نتيجته مع سان داونز لو انت اديت له فرصه يسجل فانت بتصعب الامور بشكل كبير. طيب نروح لمباراة تانية هي تحصيل حاصل بالنسبة لنادي الزمالك في مواجهة متصدر مجموعته بترو أتلتيكو الأنجولي، ومباراة خارج الديار، واضح أنه كنادي الزمالك كمجلس الإدارة في اهتمام بيها، اللعيبة بتسافر على طيارة خاصة، شايفين تصريحات لمحمود حمدي الونش المباراة دي احنا هنكون بنسعى لتحقيق الفوز فيها لمصالحة الجماهير، والمدير الفني فيريرا هيكون بيدي فرصة لبعض العناصر الجديدة، يعني هي مباراة ليها حساب
حسابات خاصة جدا بالنسبة لأطراف مختلفة داخل منظومة نادي الزمالك كفريق الكورة. يعني توقعاتك ورؤيتك للقاء ده؟ توقعاتي ان لازم نادي الزمالك يتعامل مع الماتشين اللي جايين بنفس الطريقه اللي اتعامل بيها النادي الاهلي مع بطوله كاس الرابطه. لازم انت تستفاد من الماتشات الجايه، لان انا بشوف ان نادي الزمالك هو من اقل الانديه او بالنسبه لي اقل نادي استفاد من الفتره بتاعه كاس الرابطه، اللي انت دخلت الموسم الجديد ما عندكش تعاقدات، انت مش قادر تعمل تعاقدات، فدخلت بالمجموعه اللي عندك ورجعت لعيبه من الاعاره، فكان عندك مساحه كبيره ان انت تلعب بفرقه ال 20 سنه وال 18 سنه، عشان لما يكون عندك مشاكل زي مشكله الظهير الايمن اللي عندك فيها مشكله كبيره، كان جايز تلاقي الحل موجود عندك في لعيب زي اي لاعب من قطاعات الناشئين من غير ما نسمي اسامي. يعني بالمشكله اللي عندك في الحته بتاعت قلب الملعب اللي بيغيب منها طارق حامد اوقات، كنت ممكن تلاقي حل، ما استفدتش بالمرحله دي. انا شايف ان المباراتين دول لازم انت تتعامل معاهم نفس معامله كاس الرابطه، تحاول تحقق نتائج ايجابيه عشان ما تخرجش من نهايه المجموعه عندك 2 بونت او 4 بونت او 5 بونت، فيبقى برده لميت عدد النقط قليل في البطوله، وده مش مصلحه نادي الزمالك خالص، عشان كمان عمليه التصنيف اللي بعد كده لما تيجي تتصنف الموسم الجديد. فانا شايف ان الزمالك يتعامل مع المباراتين دول ان انا اجيب مكسب وفي نفس الوقت ادخل لعيبه جديده علشان اقدر استفاد منها على اللونج ران، لان الزمالك كمان موقفه في الدوري مش احسن حاجه، فرق 8 بونت ما بينه وما بين النادي الاهلي، محتاج انه يلم بنات في الوقت النادي الاهلي ممكن يخسر فيه بنات، عشان ده يحصل انت لازم تبقى فوكس 100% ان انا كل مباراه هدخلها هجيب منها الثلاثة بونت. هي مرحله اعتقد انها تبقى صعبه شويه، لكن بريرا برضو من المدربين اللي عندهم خبرات كويسه كان في الدوري المصري او حتى في البرتغال، فاعتقد ان هو هيقدر يدير المرحله دي بحنكه. يعني مش هنشوف الزمالك ممكن يعني يكون متاثر فنيا ما يعرفش يجيب مكسب، بس ما اعتقدش ان احنا هنشوف الزمالك بيخسر كتير. طيب وانا بستعرض التشكيل، يعني قبل ما انت تدخل معانا بلحظات اتكلمنا عن فكر فيريرا المختلف دلوقتي، يعني المهاجمين اللي موجودين في نادي الزمالك عمر السعيد وسيف الدين الجزيري، واحد فيهم يعني بدا يكون عليه ضغط نفسي بعد التصريحات الاخيره لمجلس اداره نادي الزمالك، الاخر ايضا عليه ضغط نفسي بسبب اضاعه فرص سهله بعض الشيء امام المرمى، فبالتالي الافضل لفيريرا ان هو يبدا في عمليه تحرير المهاجم او يلعب بشادو سترايكر كده ويدي حريه لرزاق سيسي ويتبادل الادوار الهجوميه مع بعض اللاعبين زي يوسف اوباما اللي بيكمل، ولا شايف مين الانسب ان هو يقود هجوم نادي الزمالك فيما تبقى من مباريات خلال هذا الموسم او حتى المباراه الافريقيه؟ بناء على الاداء اللي احنا شفناه في البطوله العربيه اعتقد هو سيف الدين الجزيري واحد من اللعيبه المهمه قوي في الحته دي في الدوري المصري، فلازم ان هو ياخد عدد بأي أكبر من اللي بياخدها مع نادي الزمالك على الأقل في الفترة اللي فاتت. لكن في نفس الوقت عمر السعيد قبل التوقف بتاع المنتخب الأخير كان عامل مباريات جيدة جدا في الدوري، حتى كان في ناس بتطالب إن هو ينضم للمنتخب مكان مروان حمدي. أعتقد الاثنين عندهم ممكن يكون شوية تذبذب في الأداء لكن محتاجين وقت. طبعا بعد التصريحات والمشاكل الإدارية اللي موجودة ما بين سيف الدين الجزيري ومجلس الاداره ده ممكن يبعدوا شويه عن الصوره، وان كنت اعتقد ان فيريرا مش من المدربين اللي بتتعامل بالشكل ده مع اللعيبه، مش بتهتم شويه بالمشاكل الاداريه ما بين اللعيبه والاداره، لكن في نفس الوقت برضه اللعيبه كده هيبقى متاثر شويه حتى ولو نفسيا بالقصه دي، فاعتقد ان الفرصه هتبقى اكبر لعمر السعيد، وان كان برضه ممكن ان احنا نتكلم على لعيبه ثانيه تقدر تقوم بالدور ده زي رزاق سيسي كان بيقوم بيه مع الاتحاد السكندري وكان بيعمله كويس وما جابش لسه فورم خالص اصلا من وقت ما وصل نادي الزمالك. يعني كمان اعتقد اوباما كان بيلعبها، بس اعتقد ان برضه فيريرا من نوعيه المدربين اللي بيحتاج المهاجم القوي اللي عنده بيقدر يقف على الكوره ويسند الكوره، لان شويه الديفنسيف منتاليتي اللي موجوده عند فيريرا بتحتاج شويه اللعيب اللي احنا يعني بنسميه في مصر محطه، بس اللي هو اللعيب اللي عنده قوه جسمانيه او بيقدر يقف على الكوره وينقل اللعب ويسحب فريقه من ثلث الملعب الثاني او الاول للثاني او من الثاني للثالث، فاعتقد هيميل اكثر لعمر السعيد في الفترات اللي جايه. اكيد يعني شريف اكيد استمتعنا بالتحليل معاك في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم، يعني اتكلمنا عن النادي الاهلي ونادي الزمالك، بشكرك جدا على تواجدك معانا ودايما تشرفنا ان شاء الله في صباح اون تايم. كل الشكر اكيد، واكيد حديثنا هيكون بيتم استكماله بعد الفاصل مشاهدينا. طبعا
طبعا كان في حديث مطول على المستوى الافريقي، وطبعا متابعتنا كمان لاخر استعدادات منتخبنا الوطني قبل انطلاقه معسكره بكره باذن الله في اطار كل ما هو متبقي من ايام قليله قبل مباراتي منتخبنا امام منتخب السنغال، ولكن ده لا يفصلنا ابدا عن كل المباريات اللي بنتابعها على المستوى الاوروبي. نستعرض معاكم مباريات الدوري الانجليزي النهارده، احنا في منافسات الاسبوع ال30 الساعه 2:30 استون فيلا في مواجهه ارسنال ضمن منافسات هذه الجوله اللي هتكون بتضم 4 مباريات فقط انطلقت امبارح، هنكون بنستكمل مبارياتها النهارده. وربع نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ميدلزبرو هيكون بيتواجه امام تشيلسي الساعه 7:15. بالنسبه للدوري الانجليزي طبعا يعني الجوله ال30 4 مباريات فقط، امبارح تابعنا مباراه تقدم فيها الولفز في الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء، ولكن في الشوط الثاني بيعملوا ريمونتادا اكثر من رائعه فريق ليدز عشان يتعادلوا بهدفين مقابل هدفين، وفي الدقيقه الاخيره بيستطيع ايضا ليدز ان يحرز 3 نقاط هامه جدا من اجل الصراع الخاص بالهبوط. بشكل عام الجوله دي فيها 4 مباريات، مباراه لعبت امبارح، النهارده زي ما مريهان وضحت في مباراه استون فيلا وارسنال، وبشكل عام غدا ان شاء الله تختتم مباراه الجوله ال30 بمواجهه برينتفورد مع ايضا فريق ليستر سيتي وويست هام مع فريق توتنهام. دي الفرق اللي هتلعب الاسبوع ده بس عشان الناس بقى اللي بتحب الفانتزي يكونوا عاملين حسابهم او خلاص هي راحت عليهم بشكل كبير، لان لازم قبلها بيوم او 24 ساعه تكوني مجهزه تشكيلاتك. ايضا الدوري الاسباني في مجموعه من المباريات الهامه في تمام الخامسه والربع، ونفسي دايما افهم ليه اسبانيا بيعملوا موضوع ربع ولا ربع ده. التشي بيواجه فالنسيا، وايضا في تمام العاشره مساء رايو فاليكانو مع اتلتيكو مدريد اللي منتشب انتصار هام جدا على واحد من الفرق العاتيه في انجلترا بشكل عام واوروبا بشكل خاص، فريق مانشستر يونايتد وتاهله للدور المقبل، وطبعا قرعه كانت قويه جدا يا مرهان كمان في دوري ابطال اوروبا. اكيد هنكون بنستعرضها، ولكن قبل ما نروح لدوري ابطال اوروبا ابرز مباريات الدوري الايطالي النهارده، نابولي في مواجهه اودينيزي الساعه 4 العصر، انتر ميلان في مواجهه فيورنتينا الساعه 7 مساء، والساعه 10 الا ربع كالياري في مواجهه ميلان، ده في اطار منافسات الدوري الايطالي. طيب زي ما كان يعني الكل بيتكلم وكل الاعين دايما بتكون موجهه الى مقر الاتحاد الدولي لكره القدم في اطار متابعتنا لقرعه دور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال اوروبا، نستعرض معاكم الاربع مواجهات الناريين اللي احنا هنكون بنتابعهم بدايه من يوم 5 و6 ابريل اللي جاي. المباريات كالاتي: مانشستر سيتي في مواجهة أتلتيكو مدريد، بنفيكا في مواجهة ليفربول، تشيلسي في مواجهة ريال بيواجه أتلتيكو مدريد، فجوارديولا أيضا متمرس مع الفرق الإسبانية، وأيضا لو كسب هيقابل فرق برضو متمرس معها سواء تشيلسي أو ريال مدريد، لأن جوارديولا سبق ليه التدريب في إسبانيا طبعا وقتا كان مدربا أيضا لفريق برشلونة. مواجهات كلها إثارة، تاكتكس، هنتكلم على أمور كتيرة جدا، أعتقد هتبقى أمور فنية أكثر من رائعة. يعني بشكل عام يا مريهان قرعة قوية، وتمنياتنا اكيد لمحمد صلاح ان هو يعني يوصل للنهائي بقى، وان شاء الله يعزز فرصه والحصول على لقب تاني اضافي كمان مع ليفربول. ان شاء الله اكيد مباريات كبيرة وممتعة، وكالعادة دايما بنكون بنتابعها، بيوفرها لنا يعني دايما عمره ما قصر معانا يوم الثلاثاء والاربعاء مع وجود دوري ابطال اوروبا. وخلونا نشوف التقرير التالي بعض التفاصيل المتعلقة بمباريات ربع نهائي دوري الابطال، مواجهات نارية زي ما كان غانم بيتكلم، مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا زال المشروع الخاص بدوري ابطال اوروبا هو الحلم الاهم والاكبر لجماهير البي اس جي او باريس سان جيرمان، لان المنافسه شويه في فرنسا ما فيهاش كم الفرق القويه، وكل كام سنه كده ولا كل 10 سنين بيظهر فريق بيستطيع منافسه البي اس جي على الدوري الفرنسي، فبالتالي هم بالنسبه لهم دوري ابطال اوروبا اصبح العقده. شفنا تدعيمات كتيره جدا للبي اس جي في الفتره الماضيه، بيجيبوا لعيبه فري، بيجيبوا لعيبه بمبالغ جيده، مرتبات حتى شهريه، الكتيبه الرائعه لعدد كبير جدا من نجوم كرة القدم العالمية، ولكن الحلم لازال مستمر، لازال ملعب حديقة الأمراء بينوا ان هم يحتفلوا بالكاس ذو الأذنين او كاس دوري ابطال اوروبا، فبالتالي عندهم نية دلوقتي ان هم كمان يدخلوا على الخط في المنافسة الخاصة بضم محمد صلاح. محمد صلاح حتى هذه اللحظة مش معروف اذا كان هيستمر في ليفربول ولا هينتقل لبرشلونة ولا ايه اللي هيحصل بالظبط، وشفنا اكيد التويتة الشهيرة لوكيل اعماله ان حتى هذه اللحظة لم يتم حسم اي
شأن بشأن جديد محمد صلاح لتعاقده، ودي النواحي الاحترافية دايما لما يكون في سنة باقية عايزين اللاعب يركز. ولكن الخبر التالي أنا ربطت محمد صلاح بالبي اس جي، لأن يعني خلال هذه الفترة مايكل إدواردز هيكون البديل المحتمل أنه يكون المدير الرياضي لفريق البي اس جي، وطبعا معروف أن مايكل إدواردز هو المدير الرياضي الحالي لفريق ليفربول، فبالتالي علاقته جيدة بمحمد صلاح. البعض ربط أو وكالات الأنباء العالمية أو الصحافة العالمية أو الأوروبية زي ما حضراتكم عايزين تقولوا ربطوا انتقال مايكل إدواردز ان هو يكون البديل المحتمل لفريق البي اس جي، ان هو يستطيع اقناع محمد صلاح بالحلم او البروجكت اللي موجود في البي اس جي بالتتويج بدوري ابطال اوروبا. ولكن لو ما كان محمد صلاح كده كده بنافس مع فريق ليفربول، الا لو في بعض المغريات الماديه هذه اللي تخليني اوريدي افكر شويه في العرض المادي، لان معروف ان ليفربول دلوقتي اصبح منذ ان تواجد يورجن كلوب بقى في حلم كبير جدا، بيوصلوا للنهائي بيخسروا امام ريال مدريد، بيتواجوا ايضا في نهائي اخر امام توتنهام، تعثر في الموسم الذي يليه، ولكن هذا الموسم هو واصلين لدور الثمانيه والفريق ماشي بشكل جيد، عندهم نجوم كثيره جدا سواء في حراسه المرمى او دفاعيا او في كل الخطوط. كل التوفيق ان شاء الله لمحمد صلاح اينما كان. اكيد بنتكلم على مشروع بي اس جي اللي بيتوقف على الافراد، هو حتى في طريقه تناولهم لملف ان هو عايزين ياخدوا الشامبيونز ليج، وان هو بيقتصر على ان هو بيجيب افضل لاعب اللي هو متميز، ولكن تحس برضو الفريق بيفتقد هويه الفريق، يعني هو جداً. في نجوم بس هو بيجيب النجوم، بس بيبقى فين بقى الكيمستري اللي المفروض تكون موجوده في وسط النجوم دولت، لان في الاخر هي الكره لعبه جماعيه. ما اسمه حاجه واحده، يجيبوا ديجو سيميوني بس مثلا. مش نشوف الموضوع ده هنعرضه عليهم. خلونا قبل ما نختم كالعاده نستعرض معاكم اجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده في فقره اللعبه، توقعاتكم لنتيجه مباراه نادي الزمالك وبترو اتلتيكو في بطوله دوري ابطال افريقيا. نبدأ مع أولى الإجابات من أحمد مصطفى، بيقول فوز الزمالك 1-0، أنا أهلاوي وزعلان على خروج الزمالك ومستنيين صعود المنتخب الوطني للمونديال. يعني تويتة عظيمة جدا، مساء الفل عليك أو صباح الخير عليك يا أحمد. جمال رضا بيصبح عليك يا مريهان وبيصبح عليا، بنصبح عليك أكيد، وبيقول أتوقع فوز الزمالك 1-0 بتوقيع زيزو، والهاشتاج اللي أنا بحب أشوفه دايما في برنامجنا أهلاوي وأفتخر وبيشجع الزمالك. طيب نروح لمحمد حمادة، بيتوقع فوز الزمالك 2-1. اما احمد السيد الهواري واخد الاجابات معانا ايضا متفائل وبتوقع فوز الزمالك بهدفين مقابل شيء، اكيد احنا كمان بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك ولاعبيه. وانا هرجع اكد على كلمه اهم حاجه كمان النهارده سلامه اللاعبين، لان احنا ان شاء الله عندنا مهمه وطنيه، وزي ما مريهان قالت خلاص يوم يومين كده هنخلص مباريات بيراميدز والمصري بورسعيدي في الكونفدراليه، هنركز مع حضراتكم في الحلم المنشود، حلم الوصول نحو بطوله كاس العالم في قطر 2022. كل التوفيق ان شاء الله للاعيبه منتخبنا الوطني المصري. مريهان دايما ساعتين معاكي بيعدوا بسرعه، عدوا والله بسرعه النهارده دي حقيقه. ويعني بنشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين هيكون بيتجدد لقائنا مع حضراتكم في حلقه جديده من صباح اون تايم.